حبيبتي يا مصر. احنا على الهوا صحيح. طبعا مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده واستاذ مفهوش يكذبوا، كلنا بنغني يا حبيبتي يا مصر، بفتكر الجميله شاديه في يوم زي ده. واسمحوا لي بس في 30 يونيو امسي على حضراتكم وبارك لكم بالمناسبه السعيده والذكرى الحلوه، ومسي على ايمان الجميله. مساء الفل والهنا والسعاده عليك يا منمن وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في حلقه النهارده من الستات معرفوش يكذبوا. ان شاء الله يوم جديد، يوم سعيد، ويوم فايق ورايق ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده ذكرى يوم يعني غير مستقبل مصر بشكل ما حدش كان يتوقعه. النهارده ذكرى يوم رفع فيه المصريين شعار حياه كريمه وحياه افضل لينا ولاولادنا وللاجيال اللي جايه. النهارده يوم المصريين قرروا يقولوا كلمتهم ويرفضوا ان بلدهم تدخل في نفق مظلم ما تعرفش تخرج منه. النهارده ذكرى 30 يونيو، يوم ما رفع المصريين شعار الكرامه والعزه والاستقرار للبلد. كل سنه وبلدنا احسن وبتتقدم. في شويه لحظات صعبه بنعدي بيها وحاجات صعبه، بس الاكيد على مر التاريخ مصر اثبتت قدام العالم كله انها قادره تعدي وتنجح وتوصل وتعمل اللي ممكن محدش يقدر يعمله. كل سنه وكل المصريين بخير يا رب. كل سنه واحنا طيبين وبخير وفي هنا وصحه وسعاده وامن وامان. ويمكن خلينا نفتكر مع بعض ذكرياتنا في اليوم ده يا منمن. كل مصري نزل بيأيد مصر وتاريخ مصر وحضارة مصر وثقافة مصر ومكتسبات مصر، نازل وهو عينه على أولاده وعلى الأجيال اللي جاية وعلى مستقبل مصر بلدنا الحلوة بينا ولينا. عندنا أحلام، عندنا طموحات حققنا منها كتير. إحنا كل يوم بنحتفل بإنجازات، كل يوم بنحتفل بانتصارات، كل يوم عندنا انتصار جديد ومختلف في شكل من أشكال الحياة، في نواحي الحياة اللي تهم وتمس المواطن المصري بشكل مباشر. وكل ده اتحقق الحمد لله بفضل ربنا وتمام نعمته علينا وعلى مصر، وبفضل قيادة حكيمة رشيدة، وبفضل ناس دؤوبة وناس محترمة وناس مجتهدة وناس بتعمل في صمت طول الوقت. ويمكن أحيانا العمل في صمت مش بيكون مسموع أو متشاف قوي، لكن ده مش معناه أنه هو مش موجود. هو موجود، بس لو احنا بصينا حوالينا شوية هنعرف أنه قد إيه موجود. زي فكرة الرزق بالظبط يا منى. هل الرزق أن أنا يجيلي فلوس كتير، ولا الرزق ان انا ممكن، ودي مهمه، مصرفش في شر، مصرفش في عيا، مصرفش في نكد، الفلوس ما تضيعش، ما تتسرقش مني، ما يضحكش عليا فيها، ما تصرفش في حاجه ملهاش لازمه. هو ده رزق اللي في ايد غيري، ده حقيقي. خلينا بمناسبه اليوم ده كمان يا ايمان، كلنا خرجنا من جميع محافظات مصر على قلب رجل واحد الحقيقه، وكنا بنعول على الام المصريه اللي بتنزل ابنها وجوزها والاسره كلها بتنزل، الواقفين عند الاتحاديه هنا في القاهره والجيزه واللي في كل المحافظات على قلب رجل واحد، عشان ما يحصلش لمصر اي اذى، ما يحصلش زي اللي حصل في بلاد زينا وجيراننا اللي النهارده ما فيش بلد، ما فيش اداره، ما فيش اي حاجه خالص. الحمد لله عدينا وتماسكنا، ولازم النهارده نفكر بعض بالايام الصعبه اللي كنا المستنقع اللي كنا هننزل فيه كلنا واللي كنا هنروح فيه في داهيه. الحمد لله، الحمد لله على قلب رجل واحد بايدينا وحبنا لمصر وبلدنا وانتمائنا ليها، مسكنا في ايد بعض ونزلنا قلنا لا لأي حد عنده تطرف أو بيتاجر بالدين أو بيستخدم الدين بشكل إرهاب للناس وفي رهبة للناس. من قبل 30، بس 30 كلنا اجتمعنا على قلب رجل واحد في 30 يونيو. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا مصريين، كل سنة وإحنا نستحق الأفضل، كل سنة وإحنا بنحقق خطوة جديدة وخطوة مهمة، كل سنة وإحنا بننتصر على أهل الشر، الناس اللي هيفضل من قديم الأزل على فكرة العين على مصر، مصر عليها العين لأسباب كتير قوي لا داعي لذكرها لأن أكيد حضراتكم عارفينها باعتبارنا كلنا مصريين. لو بصينا على الخريطة حوالينا هنلاقي الخريطة مشتعلة زي ما منى قالت، مفيش بلد، لأنه للأسف الشديد كل دولة من دول كان فيها الأسباب الكافية اللي تجعل أهل الشر يدفعوها دفع ناحية مفرمة التاريخ. حتى ان احنا النهاردة حدود كتير من الدول اتغيرت، لكن احنا مصر الحمد لله بفضل ربنا ثابتين وموجودين وعايشين وآمنين
وربنا يا رب يديمها علينا نعمه. وبمناسبه 30 يونيو كان في رساله مهمه جدا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قالها من خلال منصات السوشيال ميديا الرسميه، واللي اكد فيها على عظمه الشعب المصري، وقال سيادته نصا: تأتي ذكرى ثورة 30 من يونيو المجيدة هذا العام لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات. كمان الحقيقة طبعا السيدة انتصار السيسي قرين سيادة الرئيس تقدمت بالتهنئة للشعب المصري بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو المجيدة اللي خرج فيها المصريين حماية لدولتهم وهويتهم الوطنية. ووجهت سيادتها طبعا سيادة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية لكل مصري ومصرية، وقالت: أدعوكم جميعا لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة كل تحديات بنواجهها. تحية لسيادتك وتحية للسياسة يعني الإدارة السياسية بتاعتنا سيادة الرئيس، وتحية لجيشنا اللي بيحمينا في كل وقت وفي كل لحظة ولحد النهاردة، وتعب كتير عشان يعني يكتس الإرهاب من جذوره في سيناء وفي غيرها طول السنين اللي فاتت دي، بيحارب وما زال بيحارب عشان يحمينا وعشان نعيش في مصر أمان، مصر أمينة طول الوقت. وتحيا مصر. تحيا مصر. والأمان ثمنه غالي، ثمنه أرواح جنودنا اللي بتزهق كل يوم، بندفع ثمن أماننا كمصريين من دمنا، من دم ولادنا اللي الحقيقة يعني نحسبهم شهداء عند ربهم أحياء يرزقون. خلينا نشوف مع بعض كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة ونرجع تاني نكمل الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 11 لثورة 30 من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية. اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل، حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة. منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح. خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، وبنينا أساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء. لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم. واليوم نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، دولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة. شعب مصر الأبي، لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة
التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين. وبين محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر، كان موقف مصر نبيلاً وشريفاً ووطنياً. لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير، وأسمعت صوتها واضحاً جلياً حماية لأمنها القومي ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني. شعب مصر الكريم، إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة، وبإذن الله العلي القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين. وهنا أتوجه بالحديث إلى كل المصريين، لكل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن. أقول لهم إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد لكم أن شغل الشاغل والأولية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام. وفي الختام أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمناً لبقاء الوطن وحمايته. نشد على أيادي أسرهم ونقول لهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا لأجله، وسنعمل جميعاً على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجاً فوق رؤوسنا، ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه. أشكركم، ودائماً وأبداً وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نروح للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى 30 يونيو. بالمناسبة دي قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلن عن إنتاجه الفيلم الوثائقي آخر أيام الجماعة، وعرضوا على شاشة قناة الوثائقية احتفاء بالذكرى 11 لثورة 30 من يونيو 2013. الفيلم بيوثق أبرز جرائم الجماعة الإرهابية والأخطاء الكبيرة اللي ارتكبتها خلال عام حكمها وصدمها مع مختلف القوى الوطنية والسياسية اللي تسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات في كل محافظات مصر، وزادت الموجات التمرد شعبيا رفضا لاستمرار حكم الجماعة، وصولا إلى مشهد خروج المصريين في 30 يونيو لاستعادة هويتهم وحماية وطنهم، وده اللي عبر عنه البيان التاريخي في 3 من يوليو اللي جه استجابة لمطالب الشعب المصري. فعلا يا إيمان النهاردة بنفتكر ونستعيد أيام كانت صعبة قوي قوي. ربنا الحمد لله حمى مصر وحفظها على طول العمر زي ما وعدنا في القرآن. مصر آمنة، ادخلوها آمنين طول الوقت. وأنا يعني بفتكر مقولة الزعيم مصطفى كامل، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. شرف للواحد أنه هو في مصر وعايش على أرض مصر. صحيح، ولأنه ربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب فهو جعل في المصريين من قديم الأزل جينات الوطنية والعزة والكرامة والنخوة وحب الأرض، والأرض عرض، وجعل عندنا على أرضنا في بلدنا من دمنا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، كل حد فيهم بيشتغل بمنتهى الحب والإيثار والوطنية، وكل حد عارف يعني إيه قيمة مصر. مصر كبيرة قوي، مصر كبيرة على مر التاريخ، وزي ما بنقول كده بالبلدي
يا ما دقت على الراس طبول. لكن احنا طول الوقت وعلى مر التاريخ، اقروا التاريخ يا جماعه، قدها طول عمرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الشعب العظيم والشعب الاصيل. يمكن التجربه خير معلم، احنا مرينا بتجارب كتير، واللي يمر بتجربه وما يتعلمش منها حاجه يبقى فايته كتير. التجارب موجوده مش عشان توجعنا ومش عشان تقلبنا، لا، ده الجانب السلبي اللي فيها، لكن اكيد فيها جانب ايجابي ان احنا اتعلمنا كل مره في كل تجربه بنعدي منها وكل محنه بنعدي منها بنتعلم درس وبنتعلم حاجه لحد ما وصلنا للي احنا فيه النهارده، حاله من الوطنيه مع النضج. شعب ناضج، شعب واعي، النهارده مستحيل حد يضحك علينا، محدش هيعرف مهما عمل. النهارده حتى المواطن المصري البسيط ملهاش علاقه بموضوع علام ولا كتب ولا شهادات ولا، لا مفيش كلام من ده، بالفطنه وبالفراسه وبالقدره على الفرز والتمييز. المواطن المصري النهارده لما بيشوف حاجه هو قادر ان هو يحللها كويس ويعرف العاطل من الباطل، من الصح من الغلط، من اللي بيضحك عليه وبيضلله علشان يوصل لاهداف خبيثه مطلوب ان احنا نوصل لها. لكن ده مش هيحصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ياما حصلت اشاعات وياما كان في مغردين في قنوات اخرى وفي بلاد اخرى حاولوا يشتتونا ويفككونا ويقولوا يعني ما فيش دوله وما فيش بتاع، واشاعات كل شويه والتانيه، وشوفوا بيعملوا ايه وشوفوا مصر رايحه فين. الحمد لله الحمد لله عدينا بأزمات كتير جدا جدا ولسه هنعدي، وإيدينا في إيد بعض ومحدش هيقدر يدخل بينا ولا يفرق بينا أبدا. ويعني محاولات، فاكرة محاولات برضو الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في كل مكان، إحنا في وحدة وطنية طول عمرنا محدش هيقدر أبدا يفككنا عن بعض. صحيح، ويمكن من ضمن الأسباب اللي بيستخدمها أهل الشر دايما في أي دولة، خلينا نتكلم بشكل عام، الاستقطابات الكتير، الفرق، ألوان الطيف السياسي، ألوان الطيف الثقافي، الفرق، الأحزاب، الديانات المختلفة على نفس الأرض. لكن وقت اللزوم أول ما يجوا يلعبوها معانا لعبوا غيرها، هي كتلة واحدة. بصوا عليها يا جماعة، بصوا من فوق كده بعين طائر على المصريين، سواء في 30 يونيو أو في 3/7 أو في ميدان غيرهم، اي تجمع للمصريين هتلاقوهم كتله واحده. والله ما حد حتى بيميز مسلم من مسيحي، من كبير من صغير، من غني من فقير، من واحنا مش فقراء، ربنا يعني ما يجعلنا فقراء ابدا، احنا اغنياء واغنياء قوي، وعندنا عفه وعندنا شرف وعندنا عزه نفس، وما عندناش غلابه ممكن حد يضحك عليهم، ربنا ما يغلب لنا حد، ده هم اللي غلابه قوي معانا لحد دلوقتي، وربنا يديمها علينا نعمه ان شاء الله. عندنا لما بنتكلم عن 30 يونيو لازم دايما نرفع القبعة وننحني احتراما طول الوقت للست المصرية اللي كان ليها نصيب كبير من التغيير اللي حصل. طول الوقت في مكتسبات ليها حقها، ممكن نقول ان كان ليها دور كبير جدا في اليوم اللي غير تاريخ مصر ومسارها على كل المستويات ومستقبلها. احنا النهاردة قلنا ان احنا لازم نشوف كلنا مع بعض كمصريين ازاي تم تمكين المرأة واعطائها حقها اللي هي كانت قدها وقدود في كل مكان اتوجدت فيه المرأة على كل المستويات في كل الملفات، قدرت ان هي تثبت نفسها وتحط بصمة، وانه ازاي كمان علشانها بيتم تحسين حياتها وحياة ولادها والاجيال اللي جاية للافضل. الحقيقة مش في الجانب الاجتماعي بس، الست المصرية حصلت كمان على مكتسبات في اكتر من مستوى وفي اكتر من مجال. خلينا نشوف مع بعض ونرجع تاني نكمل الكلام. كانت ثورة 30 من يونيو نقطة تحول أساسية في حياة المرأة المصرية، حيث غيرت مصيرها بشكل جذري، ومن المؤكد أن هذه المكتسبات الأساسية ستظل ضمن ذاكرة التاريخ إلى الأبد. فقد حصلت المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو على مكاسب تاريخية، كما حصلت على دعم دائم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول. فخلال ال 11 عام الماضية حصلت المرأة المصرية على أعلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، فلأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في منصب مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، كما حصلت المرأة على أعلى نسبة في التمثيل الوزاري، وذلك تدريجياً حتى وصلت إلى نسبة 25% في الحقائب الوزارية.
وشهدت أيضا السنوات التالية لثورة 30 يونيو وصول المرأة إلى مناصب مرموقة مثل تعيينها نائبا ووكيلا لمحافظ البنك المركزي وأول رئيسة للمحكمة الاقتصادية ورئيسة للنيابة الإدارية، ولأول مرة تم تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، كما تولت منصب نائب للمحافظ وتولت أيضا منصب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر الحديث. تولت المرأة منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة بعد ثورة 30 يونيو، ودخلت السيدات الحياة النيابية حيث وصلت عدد النساء إلى 164 نائبة تحت كوبة البرلمان في سابقة لم تحدث من قبل. كما كان للمرأة المصرية دوراً ملموساً وواضحاً في المشاركة والتصويت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتصبح في مقدمة المشهد السياسي، كما حرصت الدولة بعد ثورة 30 يونيو على حماية المرأة بالقانون. وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تم إطلاق مشروع مجموعات الإدخار والإكراد الرقمي تحويشا. سلسلة طويلة من المكتسبات التي حصدتها المرأة المصرية طيلة السنوات الماضية وما زالت تحصد المزيد. زي ما شفنا المرأة المصرية يعني نالت كل التكريمات ونالت كل الأماكن اللي كان ممنوع أنها تكون فيها وتخوض فيها إيمان، النهاردة بقت يعني تحت قبة البرلمان زي ما قال في التقرير 164 وفي كل المجالات والوزارات وفي الخارجية وهنا وهنا. حقيقة المرأة المصرية مش هرفانة في كل حتة. المرأة المصرية والبنت المصرية نموذج فريد من نوعه الحقيقه مش موجود. انا شفت ستات في دول، مع كل الاحترام ليهم كلهم، الست المصريه غير، بمنتهى التحيز بنحاز للست المصريه وللبنت المصريه. ومش هنقعد نقول اصل هي تمكنت او اخذت حقها كشريك اساسي في المجتمع، هي نص المجتمع اللي بتنجب وبتربي وبتكبر النص الثاني، فنظريا هي المجتمع كله. مش هقعد اقول هي خدت حقها هنا وهنا وهنا. انا هسال سؤال، هي في ايه مجال المراه مش موجوده فيه النهارده؟ وده في حد ذاته انتصار كبير جدا. بصي، هو حقها بس ما كانتش بتاخده، حقها من قديم الأزل. صحيح، حقها في القرآن في كل الرسالات السماوية. صح. الست كانت بتشارك الرجل وشريكة في الحرب وفي التمريض وفي كانت يعني شاعرة وقاضية وفي كل المجالات. زمان كنا بنرتد لورا، كان عايزين يرجعونا لورا ويحطوا وردة ويحطوا مش عارفة صور حاجات عشان الست تختفي من المشهد، لكن الحمد لله أثبتنا وجودنا بكل شرف وكل احترام في كل المجالات. زي ما شفنا طيارة النهاردة في كل المجالات. كان زمان لما واحدة طيارة كان يقعدوا يا سلام يكلموا دي يعني في واحدة طيارة، النهاردة في كل المجالات نساء قادمات، ويمكن الرجالة يطلبوا بعد كده بقى يعني يتساووا بينا في الأماكن في كل المناصب والوظائف. يعني نتمنى المرأة المصرية كل خير وكل سعادة يا رب إن شاء الله. نطلع فاصل كده سريع ونرجع تاني أنا وإيمان نقول لكم حاجات حلوة قوي قوي قوي، بوستات ورسائل، ما تروحوش أي حتة. كل سنة وانتم طيبين. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 11 ثورة 30 من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية. اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار. منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، واليوم نقف على أرض صلبة، دولة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب، ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، دولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين،
وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ والربط بين جميع أنحاء الدولة، وخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة. زي ما كنا بنقول وهنفضل نقول إنه المرأة المصرية هي صمام أمان للدولة. صحة المرأة مهمة. فكرة تحديد النسل وتكلمنا فيها أكتر من مرة، ونحن نخلي بالنا من ولادنا وصحتهم، ده مهم جدا. أنا ما يكون عندي طفلين أصحاء متعلمين كويس بتربيين كويس قادرة أن أنا أعتني بيهم، أبرك من 10 وفيهم مشاكل ولا مش واخدين حقهم كفاية من الاهتمام ومن التربية ومن الرعاية ومن التعليم ومن الصحة واوا. فمن هنا عيادات 2 كفاية الخاصة بوزارة التضامن عاملة دور مهم جدا وشغل مهم جدا على أرض الواقع، مش كلام. خلينا نشوف من خلال التقرير اللي جاي عيادات 2 كفاية بتقدم إيه للمواطن المصري وللست المصرية بشكل خاص، ونرجع نكمل كلام. اشتغلنا في برنامج 2 كفاية من 2019 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن برنامج 2 كفاية بيهدف وبيسعى إلى تنظيم الأسرة المصرية وتفعيل ويعني نمو الأسرة الصغيرة لدى الأسرة المصرية. عندنا في محافظة الفيوم عدد 8 عيادات 2 كفاية بمحافظة الفيوم. الثمان عيادات بيغطوا محافظة الفيوم، جميع مراكز محافظة الفيوم. احنا بننزل نعمل حملات طرق أبواب للسيدات، بنصحح المفاهيم المغلوطة عند السيدات من جهة الوسائل. العيادة هنا من ضمن 8 عيادات على مستوى محافظة الفيوم. بنبدأ نستقبل جميع الحالات، طبعة حمل أو أخذ وسائل بالمجان، سواء تكافل وكرامة أو غير تكافل وكرامة. النهارده في الجمعية العلمية عيادة تتبع مشروع 2 كفاية في وزارة التضامن الاجتماعي، تم الشراكة مع الجمعية من حوالي 5 سنين من بداية عام 2019. احنا كمشروع 2 كفاية اشتغلنا او بدأنا شغلنا من تقريبا من مايو 2018 بناء على توجيهات القيادة السياسية ان احنا يبقى عندنا برنامج بيكون في تنسيق ما بينه وما بين وزارة الصحة وما بينه وما بين المجتمع المدني عشان نقدر نوصل لأرقام بنستهدفها في رؤية مصر 2030، وهو معدل إنجاب 2.4 طفل لكل أسرة، بحيث اللي احنا نوصل للأرقام دي في سنة 2030. اتنين كفاية ملف مهم جدا بنحرص على ان احنا نفتحه ونناقشه من خلال برنامجنا كمان هنا، غير الدور اللي بتقوم به الدولة طبعا طول الوقت وعلى مدى السنين اللي فاتت، لكن احنا حريصين جدا ان احنا نفتحه اكتر من مرة في برنامجنا ونلعب دور توعوي لكل السيدات والنساء، مش بس اللي على قد حالهم او اللي مش قادرين يجيبوا ولاد ويربوهم كويس زي ما كانت ايمان بتقول، وتربية وتعليم كويس. حتى لو مقتدر فكر شوية عقل يا جماعة قبل ما نجيب الثالث والرابع ونقول أصلا أنا مقتدر بس أهو إحنا شايفين بنعمل أحمال في الكهرباء وأحمال في المية وأحمال في المواصلات وأحمال في الطرق. يعني برضو فكرة إن أنا كل ولد يجي برزقه، والناس هتقول أنت بتتكلموا في الولاد بيجوا برزقهم، ونعمة بالله يعني ونعمة بالله كله بيجي برزقه، بس البركة في الرزق وفي بلدك وفي مواصلاتك وفي كل المنافع اللي بتستنفع بيها طول الوقت. بنشتغل على ده يا جماعة، وبنعول عليكي انت الست الناصحة الجميلة اللي فاهمة تروحي تكشفي وتروحي تعملي تحددي الناس لاتنين كفاية، نربيهم بصحة وسعادة ونعلمهم كويس زي ما إيمان كانت بتقول، ولا إيه إيمان؟ صحيح يا منى، اتنين كفاية يمكن فكرتني بقى سنة 2015 كنت بقدم برنامج مفتاح الحياة على قناة الحياة، وهي إحدى القنوات الشقيقة في الشركة المتحدة، وفي يوم خطر لي خاطر يعني لأنه شفت
أسرة عندهم مشكلة كبيرة جدا، الست أنجبت 6 أطفال ولا عارفة تأكل ولا عارفة تشرب ولا عارفة تعلم، وهو وعيانين وتعبانين وهي نفسها صحتها وقعت، وبالتالي أصبحت الأسرة كلها في كرب بمعنى الكلمة. صحيح صحيح. فأنا خفت أسألها، طب ما خلاص أصل العيط على الفايت إيه؟ نقصان عقل. قلت يا ريتك لو كنت عملتي، خلاص ما مش وقت تأنيب دلوقتي. بس فكرت في اليوم ده أطلع أتكلم، وحتى جبت يافطة وكتبت عليها بقلم فلوماستر، كتبت 2 كفاية، ورحت قلت أنا برفع الشعار ده والمبادرة دي هنا من الحلقة دي في البرنامج ده النهاردة. للحظ أنه بعدها بشوية بكام شهر لقيت أن وزارة التضامن كانت دكتورة غادة والي وقتها عاملين المبادرة دي، فده جميل جدا جدا وده مهم. والجميل أن المبادرة دي بصي بدأنا فيها من إمتى؟ من 2015 لحد النهاردة، يعني تقريبا داخلين على 10 سنين وما زلنا مستمرين فيها. المبادرة حققت، وأنه فعلا النهاردة أنا لقيت أن الفكرة دي بدأت أن هي لا تتضاءل وتتحجم، والستات بقى عندها وعي بسبب قوافل بتنزل بتجوب الشوارع، تعاون رائع ما بين وزارة التضامن وما بين وزارة الصحة وما بين الوزارات المعنية، كله تضافر جهود وكله بيشتغل مع بعضه علشان نقدر ان احنا نقلل الفكرة دي اللي هي الحقيقة. والإعلام والدور اللي بنلعبه طول الوقت برضو عشان نساهم في ده، ووعي الست المصرية بتستوعب الكلام وبتعقله وبتفكر. ده في ستات لما بتكشف بدري وتعرف ان مثلا الولد هيبقى فيه عنده إعاقة ولا حاجة تقول لك معلش بقى معلش، امال ربنا اللي عمل العلم على فكره مش احنا. ربنا اللي هدانا للعلم دوت. انما يخشى الله من عباده الله من عباده العلماء. العلماء بيخافوا ربنا، العلماء ربنا اداهم علم عشان يستخدموه في ان هم ينقذوا البشريه من اي حاجه. فانت ليه بتفكري ان انت لو في حاجه من بدري ما نقولش لا كفايه كده، وكفايه انهم بصحه وكفايه انهم بخير وكفايه ان انا ابقى بيتي نظيف ومربيهم تربيه حلوه واخده بالي منهم، ولو بشتغل ابقى عندي ولد ولا اتنين يساعدوا بعض في الحياه. هي مش فكرة أنت مقتدر ولا لا، هي مش فكرة أنا عندي. الكثافة السكانية يا جماعة بتاكل موارد الدولة كلها طول الوقت، مهما الدولة عملت من موارد هتقولوا بقى أنتوا بتعملوا وأنتوا بتدفعوا، ما احنا شايفين اللي هو الأرقام بتطلع في الارتفاع السكاني قد إيه. فخلينا نحافظ على بلدنا ونحافظ على كل استخداماتنا، مواصلاتنا، طرقنا، كل حاجة بتتعمل حلوة نحافظ عليها باتنين كفاية. خلينا نقول لبعض 20 مليون زدناهم في 10 سنين، 20 مليون عارفين يعني دي دولة بحالها أو 3 دول دويلات صغيرة بالظبط. هو عشان كده خلينا نقول إنه في دول اللي بيسموها الدول المتقدمة أو في دول العالم الأول ما فيش حد، ده بيتحايلوا عليهم يخلفوا عشان عندهم نقص في عدد المواليد، بيتحايلوا عليهم. ليه؟ لان هم بالكتير ممكن يخلفوا طفل، والحكومه تيجي تتحايل عليهم تقول لهم طب خلفوا الطفل ده واحنا احنا شايلين عادي، من كتر ما هم فاهمين يعني ايه انه طفل ده مسؤوليه كبيره. صحيح. وانه طفل ده يعني محتاج رعايه واهتمام وصحه وتعليم و هنا احنا بنتكلم فيه يا جماعه في الكيف مش في الكم، والبركه في القليله. يعني القرش حتى لو هنحسبها ماديا، قرش يتوزع على 2 ولا يتوزع على 5 بالعقل كده، مهما كنت مقتدر، انت مقتدر النهارده بس الظروف العالمية علمتنا حاجة، انه اللي نقدر عليه النهاردة احتمال ما نقدرش عليه بكرة. وانا اجيب عيال كل ذنبهم ان انا اسأت التقدير واسأت التصرف، مش معقول. صح. الولد مش اكل وشرب بس، لا صحيح، في بقى مستشفى وفي عيادات وفي كشف وفي صحة وفي حاجات كتيرة قوي. صح. فيا رب ان شاء الله تكون الرسالة وصلت. طبعا من ستات مصر لبنات مصر، طول الوقت بنقول ان بنات مصر قدها وقدود، وخاصه في الرياضات المختلفه، وبنسلط الضوء من هنا على اي انجاز بتحققه اي بنت. وهنا بنتكلم عن البطله هاله الجوهري، بطله مصر في الرمايه، واللي تاهلت لاولمبياد باريس 2024، واللي رفعت اسم مصر وطول الوقت بترفع اسم مصر في بطولات كتيره وصعوبات اكيد عدت منها. احنا قلنا تبقى معانا على زوم نعرف منها اكتر عن رحلتها وازاي بتستعد لاولمبياد باريس 2024. ورمايه لعبه صعبه جدا، بنقول لك مساء الخير هاله. مساء النور، ايه الاخبار بنتنا البطله الجميله؟ منورانا هاله. انت معانا على الهواء مباشره في الستات ما عرفوش يكذبوا، نموذج رائع ومضيء وملهم جدا يا هاله. وعايزين نقول للستات وللبنات انه طريق النجاح عمره ما كان مفروش بالورود يعني، ولا سهل كده حرير. ما انا هبتدي بالصعب بالظبط. يعني انت جايه راجعه من التمرين اصلا على المكان اللي انا قاعده فيه حالا، لسه داخله من الباب.
فعلا ما فيش نجاح بيجي من الهوا، ما فيش اصحى الصبح انت جايه يا هاله من التمرين على فين؟ على البيت. انا على المفروض المطبخ؟ ان انا كنت على المطبخ والله، وحياه ربنا دخلت على المطبخ جري شايفاك اشوف اللي هطلعه يفكه وبتاعه. طب اهي دي تحديات ودي صعوبات، يعني بطله اولمبيه عندها طفل بتربيه رجع من التمرين بسرعه على المطبخ عشان تاكل ابنها، وعندها زوج برضو مسؤوله عنه، يعني ما دي احد اهم الصعوبات اللي احنا بنتكلم عنها يا هاله. قولي لي ايه كمان التحديات اللي واجهتك؟ والله انا التحديات اللي مواجهاني غير الموضوع البيت، وان انا محتاجه ان انا ما اقصرش هنا علشان ما احسش بتانيب ضمير. هو والله مش عشان خاطر حد هيقول لي حاجه، انا يعني الحمد لله يعني ربنا رزقني بمجموعه من الداعمين الشداد، من اولهم جوزي اهلي. من ضمن الصعوبات التانيه ان انا تمريني اصلا في القاهره مش في اسماعيليه، هنا انا من اسماعيليه، فتقريبا بسافر 4 ايام في الاسبوع عشان التمرين، بتحرك الساعه 8 ارجع 3، فكاني بالظبط موظفه يعني. بس مجهود بقى طبعا شديد جدا عليا، يعني انا بقالي كده تقريبا 20 سنه 15 سنه كده يعني. ده انت كلك 20 سنه ما شاء الله يا هاله، ربنا يبارك لك. لا انا امبارح، انا مواليد امبارح. مواليد امبارح. خلينا نقول انت كنت بتقولي بتتمرني كام ساعه عشان توصلي للبطوله دي، يعني كلمينا عن تمريناتك. والله انا تقريبا 4 ايام في الاسبوع، التمرينه من الساعه 10 للساعه 2، ده التدريب فني بس، بيبقى فيه بقى باقي الاسبوع في تدريب بدني وفي تدريبات نفسيه، فانا طول الاسبوع شغاله. لكن الفني لا، اللي انا بذاكره 4 ايام، ال3 ايام بقى بتعملي فيهم ايه؟ ما ال3 ايام بقى في الجيم، تدريبات، بننظف البيت برضو، مش ده تدريب برضو ولا ايه؟ طبعا طبعا كلها تمارين. يعني اشيل سجاده بتاع الكلام ده، كل ده تمارين طبعا يعني. الستاير بتاع انا عارفه مثلا. فبس فالتمرين بالنسبه لي مجهد، كان في الاول بصراحه اسهل من دلوقتي، لان انت دلوقتي محتاجه تيجي تقفي تعملي غدا زي ما بنتكلم، تخلصي لو في حاجه عايز تتظبط، مطبخ بتاع مش عارف ايه، طب طفل لسه 3 سنين عايز يتدلع، عايز ماما، عايز. فالموضوع صعب، بس لما بتعملي نجاح وبتلاقي ان انت بتحصدي اللي انت تعبتي له، كل اللي انت تعبتي له ده ما بتحسيش ان انت تعبتي، بتحسي ان انت عايزه تعملي تاني، بتحسي ان انت عايزه تتعبي زياده لسه يا عشان ربنا يديكي ازيد. يعني طبعا كل نجاح بتنجحيه بيكون بالنسبه لك دافع مهم ان انت تكملي وتحققي نجاح اكبر منه كمان، وانك تقدري ازاي تحافظي عليه، لان الحفاظ على النجاح مش سهل. لكن فكره الرمايه في حد ذاتها يمكن انا مش هقول لك بستغربها، لانه انا ما بستغربش اي نجاح او انجاز بتحققه ست او بنت مصريه، لكن هي غريبه عندنا شويه، يعني ما عندناش بنات كفايه ان هم بيروحوا لفكره الرمايه، فعايز اعرف هي جات لك منين اول مره، او ليه فكرتي في الاتجاه ده؟ وصعبه على فكره. هي بصي، هي صعبه في الاول، يعني هي بتبقى صعبه جدا في الاول، لان الرمايه بتبقى محتاجه، لا انت ما بتتنافسيش حد، انت كل اللي انت بتعمليه ان انت بتنافسي نفسك، يعني النهارده انا كويسه، انا ممكن عايزه ابقى كويسه وحته. فمش زي مثلا العاب تانية ان انا الخصم اللي قدامي جاي قوي وانا محتاجه ان انا اعمل حاجه معينه عشان اتغلب عليه، لا خالص. هي كل القصه ان انت بتحفظي نفسك وتعيدي وتحفظي، لو قعدتي فتره كل ده بيتنسي. عرفت منين بقى؟ انا من اسماعيليه زي ما انتوا زي ما قلت لكم، و بلد الابطال. بابا كان بيمرن. الله يخليك. بابايا كان بيلعب رمايه هنا في اسماعيليه، وبعدين بقى مدرب منها، كنت بروح معاه ياخدني انا صغيره قبل ال9 سنين اتفرج عليه بتاع، لقيت الراجل ده ايه اللي عاجبه في اللعبه الممله دي، فقلت له انا عايزه اجرب. فوقفت شويه العب، طب لا انا عايزه ابقى ليا سلاح والعب و فهو طبعا من كمدرب لان يعني في حاجه وقفتها كويسه، عندها ثبات انفعالي كويس. بدات من هنا بقى واحده واحده، اول بطوله دخلتها كانت مرعبه، تاني بطوله ما شاء الله خدت اول، ومن ساعتها بقى يعني الحمد لله ما حدش عارف يوقفني. طيب عايزه اقول ان زي ما قلنا ان هي اللعبه يعني كانت قاصره على الرجال وكانت صعبه، وبالنسبه لك كان نموذج او رول موديل بالنسبه لك والدك. طب بالنسبه لجوزك، يعني هو بيساندك وبتقولي بيدعمني جدا، ده حب ولا خوف؟
ده ثقة، ده ثقة، ده يعني بتشيل السجاجيد وبتاعه قاعدة كده. بقول لحضرتك ايه، انا السلاح معايا في البيت يعني، هكا ولا هكا هكا ما ولا بيقدرش يقول هكا. لي حاجة. فاهمة؟ طب ولو يعني انت بتعرفي تنشيني شوفي كويس شوفي. بس؟ اعمل لا ده. لا، ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا اهداف، وبعدين احنا الهدف الله. بتاعنا صغير شوية، فيعني الطلقة بتجيب يعني. طيب انتي بس لا خالص مش خوف، انتي لا استني بس معلش، علشان ايه يعني، هو بيتفرج دلوقتي على الحلقة، هو مش خوف خالص، هو بني ادم. طب بصي، انا فرصة ان هو بهزر بيتفرج والله، على انا الحلقة. بهزر والله، اوعى لا لا تزعل لا مني. لا لا احنا لا لا هنستغل الفرصة دي، هي لو هو بيتفرج على الحلقة وجهي له رسالة على الهوا. هذا الزوج الداعم الصبور صحيح. اللي بيحبك على فكرة، عمره ما هيدعمك وهيقف جنبك ويشجعك، وخصوصا في لحظاتك واوقاتك الصعبة اللي كان فعلا بيحبك وان هو يستهلك ومقدرك، والله فوجهي له رسالة والله على الهوا. حقيقي، انا الـ يعني هو اسمه مؤمن، مؤمن انا حقيقي حياتي من غيرك لا تسوى شيء، نجاحي كله بهديهولك، ما كنتش اتخيل ان انت في يوم اسيب معاك ابني اسبوع واتنين، وكل شهر تقريبا بسيبه معاك وتبقى قد المسؤولية، بس حقيقي انت راجل محترم وانا بحبك جدا، وربنا يخليك لينا بجد، يعني راجل يتشال على الراس. الله الله ربنا الله الله، يديم عليكم المحبة. يا ويعني يا هالة، انت عرفتي تنشيني صح في الجوازة دي بصراحة. الحمد لله، طب والله الحمد لله. وهو يا بخته بيكي، وهو كمان الحقيقة مؤمن على والله اسم، على مسمى، مؤمن بمهاراتك وبانك انت فعلا موهوبة وبطلة، وانه كمان يساندك في الاولاد، دي حاجة ما بنشوفهاش كتير، فلازم كل التحية مؤمن باشا طبعا ليك ان طبعا شاء الله، الحمد ولكل لله. اب وزوج داعم يعني يا لحياة رب الست ان شاء الله يا ونجاحاتها. رب، اللهم امين. بتنافسي مين؟ يعني مين من أبطال العالم بتنافسيهم يا هالة؟ مين بنافسهم؟ انا زي ما قلت لك اللعبه احنا مش بننافس حد، بس ممكن اقول لك مين ابطال العالم اللي موجودين. ابطال العالم المتميزين جدا جدا الصين، الصين بيخشوا ياكلوا يعني، عارفه بياكلوا السلاح، بياكلوا الرش، فظاع 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 ما شاء الله يعني. الصين، اليابان، اليونان، صربيا، المانيا برضو شداد قوي، فرنسا ما شاء الله يعني. بصي هي اللعبة هي ممتعة، بس عايزة حد متفرغ، وهي دي النقطة الصغيرة الوحيدة اللي فارقة بيننا وبين الدول دي كلها، إن الدول دي بتلعب الرماية مش عشان هي لعبة، هي شغل اللايف ستايل يعني. بتاعهم كله رياضة، وكله بالظبط اهتمام بالظبط بالتغذية والجو النظيف، كل حاجة بيهتموا بيها في حياتهم لايف ستايل. بالظبط كده بالظبط كده، يصحوا الصبح فطار، تمرين، غدا، بالظبط تمرين، ننام. بالظبط. لكن احنا هنا الكونسبت ده مش عندنا قوي يعني، لما يبقى حتة ان عندي انا وقت اشترك في الجيم بس ما بروحش. بالظبط انا بشترك في الجيم ما بخسش ليه، فاهمة؟ ما بخشش ليه، اصل نسيت اروح، ما انا اشتركت بالظبط خلاص. طب يا بالظبط. هالة قولي لي، فكرة الرماية، لانه دايما كل واحد في شغلانة او في رياضة معينة بتأثر عليه في اللايف ستايل بتاعه في حياته، فانتي الرماية في حياتك انتي اضافت ليكي ايه في اسلوب حياتك في طريقتك؟ الرماية بتعلم الصبر جدا، لأن انتي لو مش صبورة مش هتقدري تقفي ساعة ونص بتعملي نفس الحاجة 60 مرة. احنا الماتش بتاعنا عبارة عن 60 طلقة منفردة، فواقفة ساعة ونص على رجلك بتطلعي تضربي طلقة وتنزلي، تطلعي تضربي طلقة وتنزلي، فلو انتي ما عندكيش صبر. بس الرماية فعلا أنا كنت عصبية جدا، وما زلت شوية صغيرين يعني، بس يعني عصبية، ما عنديش صبر، مستعجلة دايما، عايزة النتيجة بسرعة حالا. أنا الرماية علمتني إزاي أرتب أفكاري، إزاي أعرف أخد قرار، لأن أنا الرماية قرار، لو أنت تسرعتي في قرارك الطلقة طلعت وخلاص ما فيهاش رجعة، وتحديد فلازم الهدف تحسبي بدقة. كل طلقة. طبعا أنت لازم تحسبي كل حاجة قبل ما تنفذيها، لازم تفكري فيها مرة واثنين وثلاثة هتعمليها إزاي، عشان لما تعمليها خلاص هي طلعت. صحيح. فعلمتني كتير قوي قوي يعني، يعني مع انها لعبة من بره تبان انها عنيفة، ولعبة في منتهى الهدوء بجد.
احنا بنقول لك الف الف مبروك وبنتمنى لك دوام التوفيق والنجاح ان شاء الله. هاله الجوهري البطله المصريه الجميله اللي رافعه اسم مصر ورافعه راسنا وبتشرفنا وبتمثلنا في المنتديات الرياضيه وفي المحافل الدوليه، وان شاء الله مستنيين منك اكتر ومستنيين يعني مركز متقدم او ذهبيه ان شاء الله في الرمايه في الفتره اللي جايه باذن الله. باذن الله. شكرا ليك يا هاله. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونكمل، عندنا ايه، في حاجات حلوه كتير، استنونا ما تروحوش اي حته، لسه في مفاجآت كتير. أنا رسالتي النهاردة من بوست قريته وعجبني وقلت أشاركه معاكم عشان ممكن حد يسمعني ويستفيد منه. البوست عن مفهوم العمل الصالح وإزاي هو مفهوم أوسع وأشمل مما نتصور بكتير، وإن في حاجات حوالينا كتيرة وبسيطة وأغلبنا ممكن يكون بيعملها وفاكر إنها عادة وبس، بس هي في الحقيقة وفي الأصل هي عمل صالح. حرصك على قفل باب الأوضة بالراحة عشان ما تصحيش حد نايم في البيت وإنك تسيبه يستريح، ده عمل صالح. إنك تلاقي أكل أو شرب مكشوف وغطيته، سنة، عمل صالح. ردك على التليفون بصوت هادي وبشويش عشان ما تزعجش حد، عمل صالح. ابتسامتك في وش طفل صغير وإنك تكون لطيف معاه، عمل صالح. استقبالك للناس في بيتك والترحيب بيهم وإكرامهم، توصيلهم لحد باب البيت، عمل صالح. شفت بقى إنها حاجات صغيرة قوي أنت شايفها عادية، بس هي عمل صالح في حقيقتها. مش كده وبس، تعال أقولك على حاجات تانية أساسها عمل صالح، زي مثلا إنك لو فتحت حاجة وكنت حريص إنك تقفلها كويس قوي عشان ما تقعش، أو وقعت منك حاجة على الأرض وشلتها عشان ما تأذيش حد تاني، زي مثلا لما بتتكسر منك كوباية مية أو إزازة اتكسرت وعشان ما تعورش بتاع النظافة الله يكرمه اللي بيخدمنا طول الوقت، ولمتها في حاجة محكمة وقفلتها عشان ما تعورش إيده، ده عمل صالح. إنك ترتب المكان اللي استخدمته سواء في البيت أو في الشغل أو في أي مكان أنت موجود فيه وتسيبه وهو نظيف، وكمان تخليه أفضل من الأول بلمساتك الخاصة عشان اللي يدخل يدعيلك ويقول آه ده فلان كان هنا صحيح، وتديله طاقة إيجابية، ده عمل صالح. والله يمكن تستغربوا كمان أبسط حاجة كلنا بنعدي بيها، ما تضحكوش، كلنا بنعدي بيها في حياتنا اليومية، زي إنك تنظف حوض الحمام وراك أو قاعدة التواليت، والله بتخرب بيوت، والله ما تضحكوش، دي إماطة أذى وعمل صالح. سؤالك على أهل بيتك وقرايبك ولو برسالة صغيرة مهما كنت مشغول، والسؤال عليهم، ده عمل صالح. إنك ما ترميش حاجة في الشارع وتقول يلا بقى في حد تاني هيشيلها، وتفتح شباك العربية وترميها، وتفضل إنك ما ترميهاش وتفضل محتفظ بيها عشان تحطها في أقرب باسكت، ده عمل صالح.
شفت حد بيغلط بتصرف ما، حد من ولادنا في الشارع، وكلمته كلمة طيبة وقلت له على فكرة استغفر يا ابني عشان ده هيتقل ميزان سيئاتك، يعني ادي نفسك فرصة ان تستغفر وتقل ميزان حسناتك، مش ده عمل صالح؟ قريت بوست حلو زي ده وكنت إيجابي ونشرته عشان الفايدة تعم على الناس كلها، ده عمل صالح. إنك تكون مصدر للطاقة الإيجابية وتحاول تشجع اللي حواليك، عشان لو أنت تعبان أو محتاج في حياتك حد يشجعك هتلاقي ده عمل صالح. إنك تعرف إن فلان محتاج حد يقوله أنت كويس أنت جميل عشان هو محبط ومكتئب، ده عمل صالح. إنك عمرك ما ترد حد سائل منك حاجة أو طالب منك حاجة أو نصيحة أو خدمة وتخلص النية إنك هتقضيها له بجد، ده عمل صالح. كتمت عيب شفته في حد أو قريت خبر فيه نميمة وغيبة ووصل لحد عندك وما كنتش أنت السبب في إنك تنشره أكتر ووقفته لحد عندك، ده عمل صالح. أنا لما قررت تكون دي رسالتي، عشان الحقيقة الأعمال الصالحة اللي حوالينا كتير وكلنا بنعملها طول الوقت، أنت في بيتك وفي الشارع وفي الشغل، بس الدنيا أحيانا بتلهينا وبتخلينا ما بنركزش في حاجات صغيرة قوي في حياتنا ممكن ناخد بيها ثواب. العمل الصالح ده يعني كمان شرط فيه الإخلاص، إخلاص النية لربنا سبحانه وتعالى، عشان الثواب وقتها يكون كبير وعظيم، وده عشان نعيش حياة أفضل بكتير ونواجه كل السلبيات اللي حوالينا. أنا بختم رسالتي وبقول أنا مش مصلحة اجتماعية ولا فيلسوفة، بس دي رسالة بسيطة بقولها ممكن واحد فينا يسمعها تفيد الدنيا كلها، فيكون ده عمل صالح. خليكوا فاكرين إن ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياتكم طيبة بإذن الله. رسالتي النهاردة هي إهداء لواحدة صديقتي، هي صديقة عمر وصديقة طفولة، قابلتها في مناسبة من قريب. لاحظت كده إن هي شردة ومطفية ومش على بعضها، دي كانت وردة مفتحة، كانت شعلة نشاط. أسكت ما سكتش، اتحايلت عليها وقلت لها تعالي نقعد ونتكلم فيكي حاجة، وفعلا هي ما كدبتش خبر، ولقيتها بتكلمني وفعلا اتقابلنا. وفجأة وإحنا قاعدين سألتني السؤال اللي أنا عارفة إيه اللي جاي وراه، قالت لي إيه؟ قالت لي هو أنا إمتى هبقى مع الشخص الغلط ولازم أمشي؟ فسكت وقلت لها، أنا قلت أقول لها بما يرضي الله واللي هي عايزة تعمله. قلت لها بصي يا بنت الناس، لما تلاقي نفسك بقيتي فاضية من جواكي وتحسي انك عاوزة تملي الفراغ ده اللي انت حاسة بيه بأي طريقة ومش عارفة، لدرجة انك ممكن تفتكري انك جعانة فتفضلي تاكلي كتير او تاكلي كتير، وبعدين تكتشفي لأ انا ما كنتش محتاجة اكل، الفراغ لسه موجود. كمان لما تلاقي نفسك حاسة انك بردانة فتفضلي تلبسي وتحاولي تدفي نفسك بأي طريقة كتير، وبعدين تكتشفي الله ده احنا في عز الصيف برد ايه؟ على فكرة روحك هي اللي بردانة. لما تلاقي نفسك بتفقدي الثقة في نفسك وتحسي ان اي واحدة ايا كانت فين او هي مين في الدنيا ممكن تبقى احلى واجمل واشطر منك، فتبتدي تتقوقعي على نفسك وتنعزلي عن الناس وتحسي انك بقيتي قليلة قوي في نظر نفسك وفي نظر الناس، وثقتك في نفسك بقت ذكريات. طب لما يسيطر عليكي احساس الوحدة والغربة رغم وجود الشخص ده معاكي وجنبك في نفس المكان نظريا طبعا، وتلاقي نفسك فقدتي التواصل معاه، فقدتي لغة الكلام، مش عايزة تسمعي منه ولا عنه حاجة، ولا عايزة ولا قادرة تتكلمي معاه من أصله، قفلتي. لما تنامي في ليلة وتصحي تلاقي ايديكي الاتنين مشبكين وماسكين في بعض قوي علشان تحاولي تطمني نفسك وتحسي بالأمان اللي انتي فقدتيه معاه وبسببه. لما توصلي انك تبطلي تهتمي بنفسك ومش عارفة امتى اخر مرة سرحتي شعرك، ولا فاكرة اخر مرة بصيتي لنفسك في مراية، ولا حتى اهتميتي بتفاصيلك انتي كأنثى.
لما تلاقي نفسك بتنامي كتير قوي متعمدة وغصب عنك احيانا علشان تحاولي تهربي من الواقع اللي انت عايشة فيه، يمكن تقابلي في المنام حد يجي يكبر خاطرك. طب لما تلاقي دمعتك بقت قريبة قوي وحزينة على طول وبتعيطي على أقل وأتفه الأسباب، لما تلاقي نفسك بقيتي بتتسولي الحب والاهتمام وبقيتي مضطرة تقدمي تنازلات ليه كبيرة وكتيرة من طاقتك وفوق قدرتك وفوق إمكانياتك علشان بس تتحبي ومفيش فايدة. طب لما تلاقي نفسك عمالة تقطعي في نفسك وتجلدي ذاتك وتتهمي نفسك إن أنت السبب في اللي أنت وصلتي له، لا بقى اسمحي لي أقولك كفاية، لازم تمشي، أنا اللي بقولك لازم تمشي. بلاش تدمري الشوية اللي فاضلين من نفسك وعمرك ويمكن مكتسباتك وكمان احترامك وتقديرك لنفسك. لما تبقي عملتي زي ما عملتيش ما تعمليش، ولما يبقى جيتي على نفسك زي ما جيتيش ما تجيش. اللي بيحبك بجد عمره ما هيتجاهل كل اللي فات وكل اللي أنا لسه قايلاه حالا ويعمل نفسه مش واخد باله ويستمر في استنزاف طاقتك واستغلالك ويقضي على الشوية اللي فاضلين منك ويبتدي إن هو يدفعك تمن أخطائه هو. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو خانك ده مش معناه إنك مقصرة أبدا، ده هو اللي خاين وغدار وإنتي مش عصبية، هو اللي مستفز ومستهتر وبيحملك فوق طاقتك. إنتي مش مهملة، هو اللي بيتجاهل كل احتياجاتك فتوصلي لحالة اليأس وعدم القدرة على الاستمرار والعطاء وتبتدي تنسحبي شوية شوية. إنتي مش نكدية، هو اللي مؤذي وأناني وثابت لحد ما وصلتي للي إنتي فيه دلوقتي ده. فوق يا بنت الناس، فوق لنفسك، حبيها وصلحيها وسامحيها وقدريها علشان إنتي تستاهلي تتحبي وتتقدري. والنصيحة، إياكي تعيشي مع شخص غلط وتستني منه تقدير صح في يوم من الأيام. بس عندنا إيه النهاردة؟ عندنا في إطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو إزاي تحسن صحة المرأة المصرية من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة اللي بتسلط الضوء على صحة الأم والجنين. وضيفتنا هتكون دكتور مروة منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، هتنورنا وكل سنة وأنتم طيبين. بعد كده المطبخ، النهاردة عندنا المطبخ مع منى عبد الغني شاف محمود سعد مع منى على الهواء. عاملين النهاردة فطاير بالسبانخ والجبنة، حاجات خفيفة كده عشان محمود بيعكسنا بقى في الامتحانات وفي المصيف والحاجات اللطيفة الخفيفة اللي ممكن نعملها في البيت ونوفر بإمكانيات بسيطة جدا. اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونلتقي بضيفتنا بعد الفاصل إن شاء الله. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم ستات معرفوش هيكدبوا. والحقيقه زي ما كلنا عارفين انه في جهود كبيره قدمتها الدوله المصريه لدعم المنظومه الصحيه خلال العشر سنوات اللي فاتوا. صحه المواطن كانت اولويه، صحه المراه كانت على راس القائمه. مبادرات كتيره استهدفت بيها دوله 30 يونيو دعم صحه المراه. الدعم كان باشكال مختلفه، من اول الكشف المبكر والعلاج وتقديم الدواء والتنبؤ بالامراض الساريه والوراثيه وعلاجها واساليب وجهود اخرى. واحنا بنحتفل النهارده بالذكرى ال11 لثوره 30 يونيو، هنتكلم في الفقره دي عن جهود الدوله المصريه لدعم صحه المراه، وهنتكلم كمان على مبادرات صحه الام والجنين، وهنعرف كنا ازاي وكنا فين وبقينا ازاي وفين. كانت ايه اهم الثغرات والتحديات الصحيه؟ ايه هي اهم المبادرات اللي استهدفت صحه الست المصريه بشكل عام؟ وازاي ساهمت المبادرات دي في انقاذ الملايين من الامراض وعلاج الامراض بالمجان؟ كله كان بالمجان. اسمحوا لي ان احنا نستعرض كل الافكار دي مع ضيفتنا استاذه مروه كمال منسق مبادره رئيس الجمهوريه للعنايه بصحه الام والجنين. اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه وخطوه عزيزه.
اهلا بكم صباح الطيبين. نورنا دكتور مهر. سلام بكم صباح الطيبه. زي ما قالت ايمان من بعد 30 يونيو في اجراءات وخطط اتعملت علشان المراه تكون على اولى اولويات الدوله، كلمينا عنها. خلينا نبتدي كده الحكايه من اول ممكن نقول 2018 او من قبلها، قعدنا على الترابيزه كده ونشوف خريطه مصر الصحيه بتقول ايه، احنا كمان عندنا اهداف 2030 بتقول ايه، مصر وسط العالم عامله ازاي بالنسبه للصحه، بالنسبه لنسب الاصابه عندنا، بالنسبه لنسب الوفيات، بالنسبه لنسب كمان الشفاء، بالنسبه للامراض، الامراض سواء اللي هي المنتقله اللي بتنتقل من ام الجنين او بتنتقل من الزوج للزوجه، الامراض حتى الساريه او الامراض المزمنه، الاورام كمان، السرطانات، كل دي وضعناها على الترابيزه زي ما بنقول، وعملنا خطه ان احنا نمشي بيها مش من 2018، من قبلها كمان. ثم بدانا في 2019 قلنا بقى ايه هو الآفة او ايه هو الحاجة اللي بتأزم اي بيت مصري واي أسرة مصرية متخلاش تعمل الدور اللي هي المنوطة بيه، كان فيروس سي. فبدأنا في 2019 اكيد حاجة عارفاه المبادرة، وكانت في 2019 بدأنا بالمبادرة دي، وكان فيها حقيقة احنا وصلنا فيها بنسبة فحص ل 70 مليون مواطن مصري من السيدات والرجال. حقيقة احنا حاجة كده عارفة لما كان يظبط إصابة أي حد في الأسرة سواء راجل أو ست من موضوع فيروس سي، كانت الأسرة بتبقى عاملة ازاي، وكانت الأسرة تقريبا بتتهد. فاحنا في بدا الموضوع من 2018 زي ما قلت حضرتك او من قبلها، ان احنا في 2019 اطلقنا مبادره رئيس الجمهوريه لفحص فيروس سي. وكان الحقيقه المبادره دي كمان مستمره، ولكن لان احنا كمان حتى دلوقتي بنعمل فحص لطلبه المدارس بالنسبه لموضوع فيروس سي، ولكن احنا في اكتوبر اللي فات كنا خدنا ملف الاشهاد من منظمه الصحه العالميه ان مصر قضت على فيروس سي، واللي هي الازمه اللي كانت تقريبا مش بتأزم الست المصرية بس، الست المصرية والأسرة المصرية بصفة عامة. ثم من هنا انطلقنا بقى أمبريلا أو مظلة 100 مليون صحة، مظلة مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وبدأنا تباعا بقى بمبادرات اللي تخص الأسرة المصرية وتارجت كل حد من الأسرة المصرية. طيب أنا يمكن أستاذة مروة بأفهم قوي أنا والسادة المشاهدين لغة الأرقام اللي بيها هنقدر نعرف من خلالك دلوقتي كأرقام دقيقة وحصر دقيق إحنا كنا فين وبقينا فين ومتوقعين إيه في الفترة اللي جاية. بصي إحنا خلينا نتكلم إن إحنا قبل المبادرات دي إحنا ما كانش عندنا أصلا داتا، يعني إحنا كنا ماشيين زي ما بقولك إحنا كنا بنحط كل حاجة على الترابيزة، إحنا ما كانش عندنا داتا، ما كانش عندنا بنقول مصر فين، ما كانش في قاعدة بيانات. إحنا عايزين نعرف مصر فين يا جماعة وسط العالم وسط الناس. أنت عارفة ليه يا أستاذة مروة؟ يمكن في أزمنة سابقة كتير كان كتير من المحافظات اللي موجودة في مصر مش متشافة، فكان بالضبط. بالبلدي كده البعيد عن العين بعيد عن القلب، لا بالضبط. النهاردة كله جوه العين وعلى الراس بالضبط. احنا النهاردة بنتكلم في بعد لوجستي بتهدف ليه أي مبادرة أو أي خطوة بتقدمها الدولة المصرية لحد حدود جمهورية مصر العربية. ومن هنا عايز أعرف دي الأمبريلا شملت عدد قد إيه من اللي استفادوا من المبادرات، متوقع إيه في الفترة اللي جاية؟ خلينا نتكلم عن الموضوع كخط زمني عشان اسهله على حضرتك. احنا أيوة. احنا في 2019 بدانا مبادره فيروس سي، وفحصنا فيها اكثر من 70 مليون مواطن، اكتشفنا فيهم 5 مليون مواطن بالفعل وتم علاج احالتهم وعلاجهم. طيب 2019 اول مبادره، خلينا اكلمك عن المبادره اللي تخص المراه. احنا حاليا تحت مظله 100 مليون صحه في عندنا اكثر من 14 مبادره، وفي كمان ابكمنج في مبادرات جايه ان شاء الله، فاحنا بنتكلم على 14 مبادره. خليني احكي لحضرتك بس على المبادرات اللي بتخص صحه المراه او المراه المصريه. خلينا نتكلم على خط زمني. احنا في 2019 بدانا بفيروس سي، ثم كان اول مبادره تدخل معانا بعد مبادره فيروس سي كانت مبادره صحه المراه، ودي بتستهدف فحص السيده المصريه ل الكشف عن الثدي واكتشاف اورام سرطان الثدي. المبادره دي بتستهدف السيدات من سن 18 سنه، دي بتستهدف بالتوعيه، واذا وصلت او لو عندها عوامل خطوره برضو بتخش عندنا في الفحص، ومن سن 35 سنه بنفحصها وبتخش معانا، ان هي لو قدر الله في اي مشكله عندها بيتم احالتها وعلاجها وكل ده بالمجان. طيب المبادره دي احنا عملنا فيها اولموست 49 مليون سيده حتى الان.
up to date. طيب تاني مبادرة دخلت عندنا، احنا بنتكلم على مبادرة الاعتلال الكلوي والامراض المزمنة، والمبادرة دي احنا فحصنا فيها اكتر من 8 مليون سيدة، ودي بنستهدف فيها ان احنا نفحص كل السيدات اللي يشتبه فيهم امراض مزمنة وبيدخل فيها معانا كبار السن كمان. المبادرة بقى العزيزة على قلبي اللي هي مبادرتي، مبادرة الام والجنين، المبادرة دي بدأت في مارس 2020، المبادرة دي بتستهدف الام الحامل. المبادرة دي احنا امبارح بالظبط اعلنوا ان احنا وصلنا لفحص 2,700,000 سيده. المبادره دي بتستهدف برضو السيده الحامل واي سيده منوط يعني مستهدفه معانا بالفحص، بيتم فحصها ولو ثبتت اجابتها لاي من الامراض اللي احنا بنكشف عنها بيتم علاجها وحالتها. ثم دخل معانا السنه اللي فاتت في فبراير 2023 كان دخل معانا مبادره المقبلين على الزواج، ودي بنمسك البنت من اول ما خلاص تقرا الفاتحه او تكتب كتابها، بنستهدف ان احنا هي مقبله على الزواج هي والبارتنر بتاعها هي والزوج بتاعها، ان احنا نتم الفحص عن الامراض اللي هي ممكن ان هي تاثر على او على على زواجها، او ان هي تنتقل فيها فيروس او بكتيريا ممكن ان احنا نمنع انتقالها. ثم في نفس السنه في شهر يونيو دخلت معانا مبادره الفحص عن الاورام، ودي كانت فيها عده اورام حقيقه، اللي برضو خلينا نتكلم ان الاورام اللي تستهدف فيها الست المصريه هي مبادره الرئه ومبادره سرطان عنق الرحم والقولون. الثلاث الاورام دول كنا بنستهدف الفحص عنهم في يونيو، ودول حتى الان احنا تقريبا وصلنا اكتر من 400,000 استبيان. وخلينا نرجع لمبادره المقبلين على الزواج، احنا برضو احتفلنا الشهر ده بان احنا وصلنا 1,900,000 سيده وزوجها برضو فحصناهم. وطبعا زي ما بقول لحضرتك كل الحاجات اللي احنا بنستهدف الفحص عنها بنستهدف الفحص، ومش بس بنسيبهم بعد ما نفحص، لو ثبت اجابيه اي حد فيهم بيتم احالته وعلاجه، وده بيتم بالمجان. بالمجان بالمجان. الارقام جميله ومحترمة وعظيمة جدا وإنجاز كبير حقيقي. خلينا اسمحي لي أستاذ مروة نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستعرض إيه اللي هو متوقع من المبادرات دي على مدار الفترة اللي جاية إن شاء الله. ما زلنا بنواصل حوارنا مع دكتور مروه كمان، منسق مبادره رئيس الجمهوريه للعنايه بصحه الام والجنين، وحضرتك قلتي انت متوليه مبادره صحه الام والجنين. الست من حقها تكشف كام مره؟ وهل مصريه بس ولا ممكن تبقى يعني غير مصريه؟ الست مصريه او مقيمه على ارض مصر حقها انها تاخد الخدمه، بالمجان. السيده من حقها انها تاخد الخدمه مره كل حمل، لو حملت معانا مره او اثنين او ثلاثه من حقها تاخد. طبعا احنا بناكد ان هي اثنين كفايه زي ما بيقولوا، زي حضرتك لسه كنت بتقولي من شويه اثنين كفايه، فالست من حقها كل مره حمل ان هي تاخد معانا الخدمه، سيده مصريه او مقيمه على ارض مصر. المقيمه بقى بيبقى عايزه اوراق ايه معاها؟ بالنسبه للمصريه البطاقه الرقم القومي معاها، بالنسبه لسه للمقيم على ارض مصر الباسبور بالنسبه معانا، وكمان المفروض ان قاعات البيانات عندنا بتقبل ان هي تاخد بطاقه رقم قومي او بتاخد باسبور سيده غير مصريه، وبتاخد نفس خدمات المصريه من خدمات فحص او احاله او علاج لو ثبت اجابتها باي من الامراض المطلوب الكشف عنها. تمام. طيب انا عايزه معرفش خطر على بالي خاطر كده، يعني البنوته من وهي لسه قبل الزواج من حقها ان هي تكشف، سواء وخصوصا المبادرات اللي هي المعنيه بالكشف المبكر عن الاورام السرطانيه، المساله اصبحت ملهاش علاقه لا بسن ولا بجواز ولا برضاعه ولا لا ولا بظروف ولا جينات ولا يعني لحد النهارده مفيش سبب واضح، وبالتالي احنا عندنا الفتاه لحد ما تبقى زوجه لحد ما هي حامل لحد الانجاب مره واثنين وثلاثه. الخدمة دي عشان تقدم للسيدة في المتوسط بتتكلف كام تقريبا؟ يعني لو هندفع ثمن التكلفة
خلينا اكلم حضرتك انه التكلفه مش بس كمان في الموضوع اللوجستيات او موضوع الفريق الطبي او كده، احنا بنتكلم على اللوجستيات اللي هو الحاجات اللي بنكشف بيها، زي مثلا مبادره الام والجنين، لو بنتكلم ان احنا بنعمل فحص بكواشف طبيه، كواشف زي خلينا افكرك لو تفتكروا كواشف فيروس سي اللي هي كانت بنقطه دم، ثم نعرف هل ايجابي او سلبي، او ممكن مثلا برضو الكاشف بتاع الحمل. في مثلا في مبادره الام والجنين احنا بندي للسيده من حقها انها تاخد 3 كواشف للكشف عن الامراض، كاشف لكشف سريع لفيروس بي، كاشف سريع لفيروس نقص المناعه البشري، وكاشف لبكتيريا الزهري. فاحنا بنتكلم دلوقتي على كواشف، بنتكلم على اجهزه سكر وشرايط سكر، بنتكلم كمان على فحص ضغط الدم، وبنتكلم ان احنا كمان مقدم الخدمه الطبيه ده هو برضو بياخد من التكلفه معانا، بنتكلم على اماكن الاحاله، الادويه لو لا قدر الله طلعت ايجابيه باي مرض، احنا بنتكلم على ارقام، لا ارقام كبيره جدا، سواء تشمل الدعم اللوجستي. كمان خلينا نضيف لحضرتك كمان ان احنا حتى السيستم اللي بندخل عليه البيانات وتحليل البيانات كل دي بتاخد من التكلفه، وتكلفه كبيره. كمان لو بنتكلم على مبادرات تانية، مبادرات كمان علاج بتوصل فيها علاج السيده لاكثر من 1,000,000 جنيه، السيده الواحده بتكلفنا اكثر من 1,000,000 جنيه بالنسبه لمبادره صحه المراه والكشف عن سرطان الثدي، وكمان المبادرات اللي ضمت لينا اللي هي مبادرات القولون وسرطان عنق الرحم. فالتكلفه لا كبيره. كلمينا عن لو حد بتشوفك النهارده ايه الاماكن برضو هم بيجوا لكم في عربيات او بتروحوا في مراكز صحيه، ايه الاماكن وايه الخدمات تاني اللي بتتقدم برضو مهتمه بالمبادره دي قوي الام والجنين؟ بص حضرتك، مبادره صحه الام والجنين هي مبادره احنا بنستهدف فيها ان احنا نجيب اطفال اصحاء ونمنع انتقال الامراض من الام للجنين. ايه الامراض اللي ممكن تنتقل من الام للجنين؟ هي الفيروس نقص المناعه البشري، فيروس بي وبكتيريا الزهري. احنا في المبادره دي عايزين نمنع الامراض دي، عايزين نمنعها ليه؟ عشان نقلل نسبه المرضى، وكمان نقلل العبء عن النظام الصحي المصري اصلا، وكمان نسبه ونقلل الوفيات بالنسبه للامراض دي. كمان بنستهدف فيها ان احنا الكشف عن الامراض الغير الساريه او الامراض المزمنه زي الضغط والسكر والسمنه، وكمان بنستهدف ان احنا نفعل ونزود خدمات الامومه والطفوله، ان احنا الست ان هي تاخد الجيرني او حمله الحمل، يعني كل طريق رحله الحمل بتاعتنا كلنا مع في الوحده الصحيه. كمان ان احنا مش بنستهدف بس الكشف، لا بنستهدف كمان الكشف والعلاج. حضرتك كنت قلتي الخدمه بتقدم فين؟ الخدمه بتقدم في اكثر من 3500 وحده صحيه ووحده امومه وطفوله على مستوى الجمهوريه. دي اللي هي الوحدات الثابته. بالظبط، الوحدات الثابته. اصل انا زمان كان موجود يعني الوحدات، بس كانت مش موجوده في كتير من المحافظات زي ما قلت لك، لكن النهارده الدوله مش مكتفيه بس بالوحدات الثابته. انا بشوف عربيات بتجري ورا المواطنين حضرتك، يعني لو انا بجري ورا المواطن عشان ياخد الخدمه بتاعتي وياخدها بالمجان، يعني السيارات المتنقله اللي بتتوجه للاماكن موجوده. ويمكن امبارح استاذ مروه كنا بنتكلم عن مبادره من بدري امان، المبادره طبعا اللي بتدعم صحه المراه وصحه الفتاه المصريه والكشف المبكر عن الاورام السرطانيه، هي بالمناسبه النهارده موجوده سياره انتقلت الى حي الاسمرات، وغير كمان ان احنا هي بتجوب 9 محافظات قبل المحطه النهارده ولسه هتكمل الباقي. خلينا نشوف حتى مع بعض ومع استاذه مروه الحمله دي ونرجع تاني نكمل. بنستهدف طبعا من خلال مجموعه من المبادرات الرئاسيه اللي بتستهدف مؤشرات كتيره للصحه العامه، الكشف عن 6 اورام سرطانيه، سرطان الكبد وسرطان الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم وسرطان الرئه، من خلال 9 محافظات بنشتغل بيها على التوازي. بنستهدف في اخر النهارده اليوم ان احنا نحقق ارقام في موسوعه جينيس الارقام القياسيه، ان احنا نحقق اسرع واكبر عدد من المفحوصين. احنا دورنا ان احنا بنوعي الست ان هي تقدر تكتشف المرض ده بدري علشان ان احنا نقدر نسيطر عليه، يعني كل ما اكتشفنا المرض ده بدري بيكون احسن طبعا. جينا النهارده كشفنا والمكان كان صراحه الكشف كان جميل، كشفنا سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وضغط وسكر وطول ووزن. كشف عليا على القولون وقاسوا ضغط وسكر ووزن وطول، وقاسوا على وشافوا الكشف على الثدي، وبعمل اشعه في الميموجرام. عرفت المبادره من وزاره التضامن وجيت كشفت سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.
زي ما شفنا مبادرة من بدري أمان في حي الأسمرات، وشايفين الوعي قد إيه يا دكتور مروة. الحقيقة يعني الناس بقى عندها وعي، أو في عدد كبير من الستات بيروح وبيكشف، وهي العربية دي بتجوب المحافظات في فكرة إن شاء الله تزيد أكتر في الشهور اللي جاية. هو احنا بالفعل مثلا في مبادرة صحة المرأة احنا عندنا تقريبا اكتر من 10 عربيات فيهم ما مجرم اصلا لو سيدة اشتبه ان هي عندها اي حاجة بيتم الكشف عليها اي سن، ولا انت زي ما قلت حك من اول 18 سنة لحد 35 سنة، دي مفروض ان هي عندنا مستهدفها بالتوعية. لو عندها عوامل خطورة لا بيتم الفحص عليها، ومن 35 سنة فما فوق دي مستهدفها عندنا بالفحص. العربيات دي بتجوب الجمهورية زي ما حضرتك قلتي، وكمان احنا بنشارك في القوافل الطبيه. القوافل الطبيه دي زي ما قلت حضرتك انت كنت قلقانه من ان احنا المحافظات اللي جوه الناس بتوصل لها ازاي. القوافل الطبيه دي ماشيه بجدول، ان احنا عشان ما نهضمش حق محافظه من المحافظات احنا في جدول هما ماشيين بيه. يمكن كمان الجدول ده بيتحضر له من قبلها بسنه، ان احنا عندنا السنه الشهر الفلاني احنا ننزل محافظات كذا الشهر الفلاني، وبيتم فيه كمان يعني على صعيد المحافظه بيتم فيه التوعيه، او الميديا بتقول انه يا جماعه في عربيه القوافل نازله في المكان الفلاني هيكون فيها مبادرات كذا وكذا وكذا، فبيكون فيها تحضير من قبلها بفتره كمان. انتوا ما بتناموش تقريبا؟ لا ما يعني بننامش من طول سنه 2018 ومن قبلها ما بننامش. تيجي لك لحد عندك مجانا؟ 2018 ومن قبلها ما بننامش. يعني من 2018 لحد النهارده، يعني احنا بنتكلم في 6 سنين انتوا بس بتتفوقوا على نفسكم. حضرتك انا مندهشه من فكره، لان انا عارفه يعني ايه جهاز ممجرام موجود، وطبعا اكيد في سونار اكيد كجزء اصيل من الكشف على السيده. الاجهزه دي بتتنقل من مكان لمكان. حضرتك الكشف ده لوحده في اي مستشفى خاص حضرتك عارف انه بيكلف الافات، فبالتالي الخدمات اللي بتقدم للسيده، ولو لا قدر الله ربنا يدي صحه للجميع ويشفي كل مرضانا، احتاجت علاج بيكون بالمجان وعلى نفقه الدوله. والكواشف اللي حضرتك ذكرتيها من شويه، الكاشف الواحد بيتكلف الوفات برضو، عشان بس الناس اللي بتسال بتقول الفلوس فين؟ ما الفلوس اهي، ما الفلوس في الاخر احنا بنستثمر في صحة المواطن، وده بالنسبة لنا مهم. عندنا مواطن سليم معافى صحيا وبدنيا وعقليا وذهنيا، عشان كده بنتفادى فكرة المواليد اللي ممكن يكون عندهم مشكلة نتيجة أمراض وراثية أو جينية أو ما إلى ذلك، وبيتم الكشف عنها برضو بشكل مبكر. أنا مش هسألك أنتوا بتقدموا إيه، لأنه واضح أنه ما فيش حاجة مش موجودة. أنا هسأل طب إيه اللي مش موجود اللي أنتوا بتهدفوا لأن الخدمة تقدموها في الفترة اللي جاية أو لسه بتشتغلوا عليها دلوقتي؟ بصي اقول لحضرتك، احنا من ساعه ما بدانا نقول المبادرات احنا زي ما وانا بكلم حضرتك دلوقتي احنا شغالين، احنا تقريبا معانا 14 مبادره. لما قعدنا وشفنا خريطه مصر الصحيه وقلنا احنا فين فعلا بالنسبه لنسب الاصابه، بالنسبه لنسب الشفاء، بالنسبه لكل الامراض اللي هي حتى بتخص المصريين، ثم وضعنا يعني خريطه او وضعنا احنا في عندنا طريق احنا ماشيين فيه، بنستهدف ان احنا ب 2030 ان شاء الله نقضي على حاجات كتيره جدا. بدانا بيها ان احنا زي ما قلت لحضرتك في اكتوبر اللي فات خدنا ملف الاشهاد بان احنا قلوب مصر من فيروس سي، وكمان السنه دي ان شاء الله بنحاول ان احنا نعد مصر لان هي تاخد ملف الاشهاد لقلوها من الامراض المنتقله من ام وجنين اللي هي في مبادره الام والجنين. فاحنا ماشيين بخطه كانت لمدة 5 سنوات ثم إلى مدة 10 سنوات لحد ما نوصل لـ2030، فهي خطة مستمرة سستينبل زي ما بيقولوا، مستدامة. كل حد خد معانا الخدمة مثلا وهو من حقه ان هو ياخدها تاني، كمثلا مبادرة الأم والجنين، الست خدت معانا الخدمة وهي حامل، طب حامل التاني من حقها انها تاخد الخدمة. زي ما قلت لحضرتك مبادرة فيروس سي مثلا مستمرة لسه عندنا في طلبة المدارس وتكمل معانا، وهكذا مبادرات هي مستمرة عندنا إلى ما لا نهاية. اي ست تقدر تيجي ولا ممكن مستوى اجتماعي معين؟ يعني لو هي قادره ماديا ان هي تدفع ثمن الخدمه دي في اي مستشفى خاص الخدمه بالمجان، ولا محدش بيسالها على حاجه، مجرد ان هي سيده مصريه جايه وخلاص؟ لا الخدمه بالمجان تامه، مجان يعني مجاني الكل، مجان لو قادر يروح طبعا. لا مجانا مجانا، سواء الفحص السكريننج الفحص وكمان لو لا قدر الله طلعت ايجابيه لاي حاجه بتتعالج وبيحصل حالتها وبتتعالج من اي الامراض. دكتور مروة كمان فكره يعني اعداد بقى الناس مقدمين الخدمه من عندكم، الشباب اللي بيتبرع، الدكاتره اللي قايمين على خدمه الناس دي كلها، هل في اعداد وتدريب ليهم بشكل خاص؟
احنا مستهدفين دلوقتي اولا طبعا في المقدم الخدمه الطبيه عشان ان هو ينضم معانا للمبادرات. وطبعا ده احنا بقى عندنا قاعده جماهيريه زي ما بيقولوا قاعده على الارض من مقدمين خدمه صحيه من 2018. فما فيش حد دلوقتي مقدم خدمه صحيه الا وعارف يعني ايه مبادره او يعرف 100 مليون صحه او مبادرات رئيس الجمهوريه والمظله و100 مليون صحه. فدي خلاص بقت حاجه براندنج كده, براند اللي هو مصر بقت يعني 100 مليون صحه يعني 100 مليون صحه. فدي بقت معروفه. بالنسبه لمقدم الخدمه الصحيه من 2018 احنا بنستهدف ان احنا نشوفه على الاقل مرتين في السنه. احنا بننزله لمحافظته ان احنا نفهمه ازاي يعمل خطوات المبادرات كلها, بيشتغل ازاي على المبادره. فاحنا بنستهدف ان احنا نشوفه مرتين. طب لو في عملنا مرورات واتضح ان في حد محتاج ان هو اعاده تدريب, احنا يا اما بننزله او بنعمل له تدريب وتاهيل تاني بالظبط, او تدريب بالزوم ان احنا نعيد تدريبه لو ثبت في اي مرور من المرات ان في اي حاجه مصدم او يعني مش موجوده عند مقدم الخدمه الصحيه. دكتوره مروه, من اهم ملامح الجمهوريه الجديده جمهوريه 30 يونيو انه تضافر الجهود, انه ما فيش حاجه اسمها ان حد بيشتغل لوحده. فكره الجزر المنعزله اللي كنا زمان قوي بنعاني منها دي ما بقتش موجوده. النهارده اصبح في مجموعات عمل, اصبح في فريق عمل مكون من اكتر من وزاره واكتر من هيئه واكتر مؤسسه واكتر من جهه. مين شركاء النجاح معاكم؟ بص اقول لحضرتك, احنا 2030 وهدفنا كان ان احنا نوصل لكل اهداف التنميه المستدامه اللي هي ال 17 هدف عندنا. فكل واحد وكل وزاره كانت خدت البيلرز او الحاجات اللي هي منوطه بيها وبدات تشتغل عليها. نيجي بقى لمصر والخريطه الصحيه بتاعت مصر والحوكمه وكل الحاجات اللي بتخص مبادرات الصحه العامه في مصر, ابتدينا نشتغل عليها زي ما قلت لحضرتك من 2018 ومن قبل كده بدانا نشتغل عليها عشان نوصل للهدف بتاعنا ده. طبعا معانا كل الوزارات, مثلا وزاره التضامن بتساعدنا في مبادرات منها مبادره الضمور العضلي, مبادرات الكبار السن, مبادره صحه المراه كمان. تقريبا احنا معانا كل الوزارات يعني قلبا وقالبا. وزي ما حضرتك قلتي ان احنا التضامن بتاع الناس كلها مع بعض موجود لما بقى عندنا قاعده بيانات. انا قلت لحضرتك قبل كده قبل 2018 وقبل 2019 ما كانش عندنا قاعده بيانات. دلوقتي بالرقم القومي للمصري, بالرقم القومي تقدر تعرف هو خد عندنا كام مبادره اصلا, بقى عنده مرض ايه ومرض ايه ومرض ايه, وتحط كله جنب بعض وتعرف الدنيا دي رايحه لفين. احنا دلوقتي بعد الفحوصات دي وبعد كده بقينا عارفين مثلا محافظه كذا بقت معروفه بكذا, محافظه كذا بقت معروفه بكذا. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه, يعني انه مثلا في مبادره الانيميا والتقزم بقينا عارف دي بتبقى لطلبه المدارس من 5 سنين, فبقينا عارفين لما نعمل للطفل او للولد شكه نعرف هو عنده انيميا ولا لا. فبقينا عارفين ايه المحافظات اللي فيها بالظبط, ايه المحافظات اللي عندهم انيميا, فبقينا نعمل ايه بقى, ندي لهم الوجبه المدرسيه مدعمه بمثلا لو عندهم انيميا مدعمه بالحديد. ففعلا كل حاجه يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنقعد وبنشوف احنا فين, احنا شبه مين ومش شبه مين. ده بيساعد على رسم استراتيجيه واضحه ونقدر ان احنا نحدد الخطوات اللي جايه على اساسها. وطبعا قاعده البيانات كانت خطوه مهمه جدا جدا, وخطوتك عندنا النهارده خطوه عزيزه جدا جدا دكتوره مروه, نورتينا وشرفتينا ووعيتينا ووعيتي الساده المشاهدين باهميه المبادرات دي واللي حققته لحد دلوقتي. نورتينا دكتوره مروه كمال, منسق مبادره رئيس الجمهوريه للعنايه بصحه الام والجنين, شكرا ليكي. هنروح لفاصل, وبعد الفاصل مع شيف محمود سعد ومنى عبد الغني على الهواء. محمود مستهدفني النهارده, خلي بالك, سبانخ بالجبنه وفطاير لذيذه. انت بتحبيها سبانخ عشانك, في استهداف برضه. يلا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم فقره المطبخ. وشيف محمود لما بيعرف ان انا معاه في المطبخ بيستهدفني على طول, سبانخ, جبنه قريش, الحاجات الحلوه دي. عاملين معجنات بالسبانخ جميله جدا. ازيك يا شيف؟ ازيك يا دكتوره منى, منوره طبعا. تسلم ايدك. من الحلو للحلو, يعني في مثل بيقول الحلو الحاجه الحلوه للحلو. ربنا يخليك. وانت دايما يوم حلو 30 يوم حلو بيكي. انا بالنسبه لي طبعا كل سنه وانت طيب. تحيا مصر, تحيا مصر, تحيا مصر, تحيا الذكريات مصر. الحلوه الفيسبوك عمال يطلع لي الذكريات الجميله, لقيت شويه صور كده حلوه. الله. وانا بالعلم يعني كان يوم جميل الحقيقه. كلنا لينا ميموريز حلوه, ويا رب تفضل مصر حلوه. على بسلم يا رب يا رب دايما. طبعا بسلم على الدكتوره منى, على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في مصر وفي الوطن العربي كله. النهارده عامل فطاير بالسبانخ, بس انا بحبها بالسبانخ والجبنه.
الله. يعني في ناس بيقابلوها فطاير سبانخ بس وجبنه بس، وهي واخده الطابع الشامي والبصل الاحمر الجميل ده، انت عامل بلاوي ودبس يعني رمان وموضوع تفصيله جامده قوي. يلا بينا. يلا بينا. طيب هنقول المقادير. هي المقادير مقسومه نصين، مقادير للعجينه، واحنا شغالين عجاين وهنوقف خلاص والله حلوه للصيف. شغالين عجاين بقالنا كتير قوي. بالظبط. فالعجينه النهارده مختلفه عن عجينه امبارح. عجينه امبارح كان فيها زبادي وكان فيها حركات، النهارده العجينه طريه. هقول مقاديرها وبعدين هقول مقادير الحشو. العجينه نص كيلو دقيق ونص كوبايه زيت ومعلقه صغيره من الملح وربع لتر ميه ومعلقه صغيره من الخميره. سهله جدا العجينه. الحشو بقى جايب شويه سبانخ طازه مفرومين مع بصل احمر كتير برده مفروم وحته جبنه قريش وشويه نعناع اخضر ورشه ملح وفلفل ومعلقه من دبس الرمان وممكن رشه من السبع بهارات، بلاش الكمون والكزبره يعني ما دام في سبع بهارات خلاص، عصره ليمونه ولمسه السماء مع دبس الرمان واي مكسرات عندنا وممكن من غير مكسرات كمان يا دكتور. بس بحييك اولا على السبانخ الخضراء دي وجمالها. ده لفيت ده بقول لك ايه، ده لف والنعناع الاخضر والنعناع. سلام. لمسه بقى فنيه كبيره. اجي لك انا بقى هنا عشان انت هتحط حاجات. لا انا هقول العجينه الاول. يلا. العجينه سهله جدا. العجينه الجميله اللي احنا هنعملها النهارده، طبعا عملنا عجاين وحشيناها فراخ ودخلناها الفرن قعدت 40 دقيقة وعملنا لحمة وبرضو عجينة وقعدت 45 دقيقة. العجينة دي بتقعد من 12 ل 15 دقيقة بس في الفرن كده؟ بس. ومميزات العجينة دي ان هي برضو ما بتشققش وليها طريقة تقفيلة معينة. بص يا دكتورة، كل اللي احنا بنعمله على نص كيلو دقيق نحط رشة من الملح ونحط معلقة سكر ومعلقه صغيره من الخميره. ما نكترش طبعا ملح عشان السبانخ برضو هي لازم يعني العجينه يبقى طعمها ملحها كويس. ملحها لازم يبقى خفيف. يعني احنا العجينه لو ملحها مش مظبوط ما بتبقاش طعمها حلو. بس احنا الموضوع سهل قوي، يبقى معلقه صغيره خميره، معلقه كبيره من السكر ورشه الملح. وهقول سر من الاسرار، ده مش سر طبعا عليكم، الاحمرار بتاع العجينه من فوق لو مش هندهنها بيض او هندهنها اي حاجه سببه هو نسبة السكر اللي احنا بنحطها. السكر مش بيخمر بس، السكر نسبته لو زادت شوية بيدي لون حلو للعجينة. صح صح. خلاص ادي الدقيق مع في افران بتحط عسل اسود على الحاجة مثلا عشان تحمر اساس السميد بدل البيض. اساس السميد سواء التركي او المصري بيتغطس في مية فيها معلقتين ثلاثة من عسل اسود. شوف. فيتغطس يطلع فيغلي في السميطة بالسمسم وبعدين يدخل الفرن. بس هنا فيتامين كمان في نفس الوقت. وفيتامين. هنا نص كوباية زيت مع ربع لتر من المية. مع الحركات الجميلة ونبدأ نعجن العجنة الحلوة. تاني قد ايه دقيق تاني؟ نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ومعلقة صغيرة ونص كوباية زيت وربع لتر مية. ومعلقه صغيره خميره فوريه ومعلقه كبيره سكر ورشه ملح. طيب ماشي. كوبايه الميه دي اللي هي ربع لتر ربع لتر كوبايه ولا بصي بقى اهو افتح دي كده. الست تعرف ازاي ربع لتر ميه؟ ربع لتر ميه دي تعرفها ازاي؟ اقول لك بقى استني. ربع لتر ميه دي يعني حوالي، شفتي ازازه الميه المعدنيه؟ دي بتبقى 600 مللي. طيب نصها اقل من النص بحاجه. ماشي. بسيطه عشان تظبط برضه. ماشي. وهي بقى خلاص العجانه بتفضل شغاله لمده دقيقتين ثلاثه لحد ما العجينه تتجانس. ادي شكل العجينه. انا لبست لك الجوانتي من كتر ما انا يعني مبسوطه عايزه اشتغل بايدي. ادي العجينه الحلوه. انت هتشتغلي بقى. طب اقول لك على حاجه، ما تعملي لنا الحشوه يا دكتوره. يلا خدي معلقه زيت وشوحي لنا البصل بس. يلا بس ده زيت بس ولا ده زيت؟ ايوه كده اهو. انت قلت مره ناحيه خل وناحيه زيت. احنا كله عادي شغاله زيت. حطوا لنا بس. تمام كده. وعلى طول بسرعه احط البصل. ايوه اوكي. والسباتشولا الحلوه دي كل البصل. كل البصل. وكلمه السر بقى دكتوره ان كل ما تكثري بصل كل ما تكثري بصل في الحشوه الحلوه دي كل ما طعمها بيبقى حلو. اولا احنا الحشوه دي كلها لان احنا ما عندناش بروتين، احنا كده نباتي خالص. نباتي 100%. روعه. لا فراخ ولا لحمه. ولا لحمه كده لذيذه قوي. جبنه وبروتين موجود. عارفين حتى لو الاكله النهارده قرديحي دي مش قرديحي، دي احلى اكل. بس النهارده كميه الفوائد اللي موجوده في الفطاير دي غير عاديه. حطي بقى لمسه من السماء.
ولمسه يا دكتوره من سبع بهارات. بص بقى دي، بص التاتش ده، الله الله، عشان نوزعها على البصل. ولمسه من الفلفل الاسود، وده كمون، ولا ده سبع بهارات، سبع بهارات ولمسه ملح. خلاص وانت بتعملي كده بقى الـ 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 التشويحه الحلوه بتاعت البصل دي يا دكتوره، انا هاخد شويه دقيق وابدا افرد العجينه الجميله دي عشان ما اوسخش الملح. ايوه كده كده العجينه الدكتوره تقدر تطلع. انا ببسط قوي وانا واقفه معاك في المطبخ يا محمود. الروائح حلوه قوي قوي. وعايز اقول لكم على حاجه، ان سواء انتوا هتعملوا الحشوه دي بالسبانخ والجبنه او باللحمه، كتروا بصل. بصل قوي. احمر لذيذ قوي وريحته حلوه جدا وجميل. جدا. وعايز اقول لك يا دكتوره، امال امتى نحط النعناع والجبنه؟ هقول لك كمان. اول ما تقولي لي ان البصل ده اتشوح وميته ابتدت تنشف. تمام خلاص. يا ده هياخد وقت. ايوه لا ده ما يعني ما تقلقيش. طب بصي سيبيه على النار وخدي الشوايه الحلوين دول يا دكتوره. دول اهو عشان نعمل الحشوه احطها هنا. حطي بقى وقولي دول اتشوحوا بقى وقعدوا لما نشفت ميتهم خالص. كويس. وبعدين بنكون غسلين السبانخ كويس جدا وفرمنها. ماشي يا دكتوره. حطي عليهم كمان السبانخ. السبانخ عليها كده خلاص عليها. على اللي اتشوح ده نايف نايف كده. ايوه أوكي. وحطي بقى كمان يا دكتوره، خدي حته الجبنه القريش وفرفتيها على عليهم. ماشي. فرفتها بالسباتولا كده براحتك او بايدك عادي مفيش مشكله. أوكي. بس خليها حتت صغيره. حطي كمان بقى يا دكتوره لمسه من النعناع الاخضر وشويه سماء وشويه دبس رمان. لمسه لمسه. انا بحب النعناع ده في كل، حتى دريسنج السلطه بحطه عليه. وشويه قلت ايه تاني؟ سماء. سماء رشه سماء. بتضحك على ايه؟ شلبي. بيعكسوك جوه. بيعكسني شلبي. وايه تاني؟ بهارات او فلفل او ملح ولا خلاص؟ لمسه سماء خلاص. دبس رمان بقى يا دكتوره. اوكي. ومفيش ملح حطيناه. ما تحطي يعني لمسه صغيره بس مش كله. ايوه ما حطيت كله. ماشي هيبقى مزيز وجميل. احط فلفل؟ لمسه صغيره. مش واخدين بالكم يا جماعه ان الالوان الحلوه والوصفه الحلوه بتحلو اكتر لما الدكتوره منى هي اللي بتبص السر. يا نجمة عربيات. نجمة. لا 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 يا رب يعني رد عنك يا رب. انا مش عايز اشوف الجبنه بقى يعني. دوبيها تماما بقى. فيها خالص اهي 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 والله. ايوه. بيعكسوك بس ويعني يقعدوا يدلعوا فيا بس الشباب. طبعا طبعا. ولادي حبايبي اهو. ادي الخلطه الجميله. بصل ما حطيناش اي لحوم ولا حاجه. ورايح قولونا بقى من مش عارفه اللحمه الحمراء عملت لي ايه وقولون ايه وامراض ايه. لا يعني نخفف شويه وناكل. أيوة. اكل نباتي على قد ما نقدر. جميله شكل الحشوه جميل. الله. وما تشوحوش السبانخ كل كده. السبانخ هتعمل يعني هتبقى مظبوطه 100%. ده على الوش ده هو. اي مكسرات عندك؟ حبه البركه والسمسم الجميل دول حطي اي مكسرات من جوه. حطها جوه. الله. خلي الموضوع غني معاكي. اي مكسرات باقي عندك من رمضان تقدري تستخدميها. انا هنا بقى خدت الدايره الكبيره دي كده. الريحه اللي على النار دي طلعت اهي. شفتي ريحه البصل بالسماء مع الحركات جميله. أنا شغاله هنا وهنا. ازاي يا دكتوره؟ شويه ضمير بقى عشان نراعي ضميرنا كده في شغلنا. ايوه. قولي لنا بقى يا دكتوره الحشوه الحلوه دي حطيتي فيها ايه بالظبط؟ بص يا سيدي تاني. احنا قلنا حطينا البصل المتشوح اللي قعد على النار لحد ما نشفت ميته. نشفت ميته بصل احمر. ايوه. وبعدين حطينا السبانخ رو كده نيه عليه. كويس. وحطينا شويه نعناع وسماء وملح خفيف جدا ودبس الرمان وحته جبنه قريش. والجبنه القريش طبعا اساسي في الموضوع. أيوة. وبس مش هيعدي على نار بقى خلاص. هنحشي خلاص كده. بصي بقى يا دكتوره انا محضر هنا حته وهستخدم دي برضو. تعرفي بقى ايه الموضوع في لف الفطاير الجميله؟ انك تاخدي حته من الحشوه كده تحطيها هنا. وبعدين بمنتهى البساطه تقفليها. الكبيره دي على العجينه دي؟ لا لا ما انا هوريكي اهي. العجينه هتنفش اهو كده. تقفليها لحد النص كده. وبعدين تقفلي كمان دي كده. كده تدينا الشكل اللي احنا هنشوفه. تاخد شكل مثلث كده. الله شبه السمبوسك كده بالظبط كده يا دكتوره. اهو الموضوع شكلها ثلاثي تتحط هنا. انا هعمل واحده كمان وهخليكي تعملي الثانيه كده اهي. ناخد الحشوه. في ناس بتقعد تقول لك دكتوره في ايه يا جماعه؟ يا والله العظيم في اكاديميه الفنون. انا استاذ مساعد في اكاديميه الفنون وبس خلاص. يعني عرفنا كده عشان ايه دكتوره يعني طبيبه. يعني اتشرف ان انا اكون طبيبه. طب طبعا. والنهارده هي دكتوره في المطبخ.
النهارده هي اوريدي دكتوره في الفن والفنون وفي معهد الموسيقى، بس النهارده هي استاذه ودكتوره في المطبخ. دي ابعدها عن النار. الله يخليك. ماشي، ابعديها دكتوره، ابعديها دكتوره. غنى دكتوره في الغنى وفي ومذيعه شاطره جدا ودكتوره في الجامعه يعني بتدرس. يا رب يستخدمنا. اطفي بقى على خلاص البصل ده كده. ده خلاص كده يا دكتوره. طب بصي بقى يا دكتوره، تعالي بقى خدي واحده. الناس بتسالك انت بتعمل مخبوزات ليه يا شيف محمود؟ عشان في امتحانات واولاد بتذاكر وامهات مش فاضيه كل شويه تطبخ، هي فيها كل الفيتامينات والروعه اللي بيسالوا عن الوصفات وفي مصايف. صح، والوصفات الصحيه. بساعد وبحلله انا. طبعا يا دكتوره. بصوا بقى شكل تيجي تعملي واحده يا دكتوره؟ يا ريت. يلا بس هعرف. ايوه هعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هتعرفي طبعا كده. دي بقى كنا بنتكلم على العمل الصالح النهارده في الرساله بتاعتي، فيعني ده عمل صالح. ايوه، عمل ينفع الناس ويديها طاقه واكله حلوه. كل ما تيجي تعملي اكله حلوه سبحي وجددي النيه ان انت بتحافظي على صحه اسرتك. ها ايوه. وبس استنى بقى انا هحط شويه انا كمان هنا. استني بقى عشان ايه؟ شوفي الشكل الثلاثي. انا قفلت اول واحده بس نسيت انت قلت ايه بقى. بالظبط اهي. اهي ماشي. أيوة. قفلتي دي كويس وتاكدي اعملها. زي ما انت عايزه اهو. تيجي بيه بقى الثانيه كده. بالعرض كده اهي. لا اتعلمت يا عميره اهي والله، يعني هو اللي عملها حلو قوي. مديها شكل. طب واقفلها ازاي بقى؟ اهو اضغطي عليهم في الاخر بقى. تطول دي وتطول الخط ده. ايوه ايوه. وصلتي والطول. ايوه برافو. الله الله. برافو. ما حلوه اهي والله. حلوه جدا. ايوه اهي دكتوره برضو في السمبوسك. أيوة والعجائن. ايوه دكتوره في السمبوسك صح. خلاص قفلتها كده. جميله. انت بقى بتحط السمس، حبه البركه والسمسم والحاجات دي. بصي بقى هنعمل ايه؟ كبيره قوي كده. تجيبي الفرشه وبعدين يا دوب بس. دي ايه؟ حليب، زيت او لبن؟ لبن بس. لبن لبن حاجه بس صغننه. طيب. بس كده بتطري العجينه من على الوش عشان يلزق حبه البركه لمسه فيه والسمسم. صغننه جدا. وبتخلي العجينه والسمسم كمان كالسيوم. بحييك عليه. دايما نحطه في اكلنا يا جماعه، اللي هو بيتحط في الطعميه مش عبط كده، بيتحط عشان فيه كالسيوم. دي حقيقه. الدكتور مجدي نزيه قال لنا معلقه السمسم السمسم مليان كالسيوم. في كده نحط شويه صغننين والطحينه ما نخافش منها، يعني احنا نحط الطحينه على اكلنا. الليمون السمسم طحينه على الفول. موضوع كبير قوي. انا بحب انا بشوف العجينه كبيره ولكن بتاخدها وبتنفش بقى. تيجي نشوف شكلها طلعت ولا يعني كده وقت. اجيب هطلع الطبق دلوقتي حالا. كده حط كمان ده. الله شكل الفطاير دي عندنا ما شاء الله بركه في الوقت. واحده كمان كده بقى. ايه بمنتهى الفن عجينه السبانخ بالجبنه القريش يا جماعه يلي عاملين. بس انا بقى لو ادخل فيها معلش في الدقيق ده شويه دقيق كده اسمر حبوب. يا ريت أسمر. يا ريت. بس عايز اقول لك حاجه. انا باكل معجنات كتير. عارفه يا دكتوره اللي يجي يعجن عجينه بالدقيق الاسمر ما يعملهاش بشكل كامل دي. طب غششني اعملها ازاي؟ حطي نص الكميه دي ابيض ونص الكميه دي اسمر. طب دي طلعت مالها مربعه معايا كده. عادي. لا هي طالعه اهي. هتتزقي دي كده ازاي؟ اهو يعني دي كده. بص لا 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 خالص اهي كده عشان يبقوا ثلاثة. ايوه كده. ورينا بقى اهي ظبطت. ايوه شكل الثلاثي بتاع الفطيره الجميل ده. يا سلام يا سلام. انت جوعتني يا محمود، جوعتني. حاجات بسيطة عندنا في البيت، شوية دقيق على شوية سبانخ على حتة جبنة قريش. مفيش أروع من كده. الجبنة القريش مفيهاش بقى دسم ولا ملح. وتحافظ على صحتنا والله. بصي والبصل. أنا بصل أنا مضادات. أنا شايف إن الأكلة هي يعني فكرة إن إحنا نعمل أكل اقتصادي، مش بالضرورة إن إحنا نعمل حاجات. لازم يبقى فيه طعم حلو وفي قيمه غذائيه قويه تفيد الاطفال إيه؟ وتفيد الكبار والصغار. يعني النهارده انا مش هاكل لحمه بس انا مستفيد واكل جبنه قريش. اولا مفيده جدا، في سبانخ، كميه البصل الاحمر الحلوه، السماق للي عندهم مشاكل في الحموضه والمعده السماق مفيد جدا، لمسه دبس الرمان، طعم النعناع الاخضر الجميل. بالزبط. فكره ان ناخد قطعتين من دول والله بلا مبالغه مع شويه شاي كده حلوين. انا بالنسبه لي ده غدا حلو قوي. حلو جدا ومفيد جدا. لو عصرنا عصره ليمون عشان نستفيد بالسبانخ عادي. بص يا دكتوره الوصفه دي من اساسياتها ان هي بتاخد ليمون كتير من غير جبنه. بتتعمل بالسبانخ والليمون بس انا بكتفي باللمسه الخفيفه بتاعه دبس الرمان والسماق. تعالي بقى خد الطبق الحلو ده. فممكن لان فيهم مزازه كده. وادي
لا انا لازم ادوق. استنى القطع ده انا هجيب لك واحده بقى دكتوره بعد بعد ما الطبق الحلو ده قطع جانبي كده والناس تشوف الجمال ده والروعه دي ونشوف. انت بقى انا عايز اقول لك ان احنا بعد من ده ولا هناخد واحده دلوقتي حالا. هفتح لك واحده كده ناخد دي مثلا. أيوة ولا ناخد افتحها كده في الكاميرا. عايز اقول لك يا دكتوره ان انت بتدخليها فرن من 12 ل 15 دقيقه وبعد 15 ولا دقيقه حاجة. بعد 15 دقيقه بتكون استوت وخدت لون ذهبي جميل بتطلع المخبوزات الحلوه دي بقى. عايز اوريكوا بقى ده حبه البركه سيدنا النبي وصانا عليها لازم يخلاش البيت من حبه البركه دي يا جماعه والله. وهنا شكل بقى الشكل الجميل. انا عايزه افتح لك الحشوه من جوه. ايوه هي بقى اللي بقى انا شكل عايزه القطعه من جوه. أيوة. والحشوه تعالى الجميله تعالى. انا اهو جاي اهو جاي حالا اهو تعالى خش بالكاميرا على يلا يلا بالهنا نشوف. لا انا عايزه اوريها للناس يعني. ها بص بقى مدوق. ماشي يلا بينا. انا شهادتي مجروحه في السبانخ وال طعم القليل. هي الموضوع يعني كله متكامل يا دكتوره. ما بحبش الحاجه بلحمه ولا فراخ خالص. ايوه فدي للنباتيين كويسه. تسلم ايدك للنباتيين واللي ما بياكلوش فراخ ولحمه عشان مشاكل صحيه. لان جالنا رسائل كتير جدا الاكل عموما بشكل عام مش فراخ ولحمه بس الحاجات اللي فيها خضار كمان جميله. طب انا اتكلم ازاي؟ المخرج قال كلمتين وقطمتين واتكلمي مش عارفه اتكلم. تسلم ايدك يا محمود. ميرسي يا دكتوره. بنشكرك وبكره ان شاء الله عشان اعرف اكل براحتي بقى. أيوة. نطلع من الهواء وبكره ان شاء الله. ان شاء الله عندنا على يوم بكرة. حلو قوي قوي عامل ايه قوي بكره هتقول لنا؟ عندنا مفاجاه حلوه وضيفه غاليه علينا قوي. يلا بينا احنا كل ايامنا حلوه معاك يا محمود ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير وحلقه جديده واستنى في شيء جديد.